أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو مش نجم كبير ولا إعلامي قدير ولا مدير مرموق ولا حتى من اللي بيصيفوا في الساحل الشمالي. ضيفنا في الفقرة دي هو مواطن عادي، إلا شخص عادي بسيط بيسمع غصب عنه ليل نهار ونهار وليل أحمد موسى وعمرو أديب، ومؤمن جدا بالسيسي وقدراته. تعالوا بقى نلبس نظارته المواطن ده ونتخيل القصة زي ما كتبها الناشط المهندس هشام عاصم. أنا بركز، القصة كتبها الناشط المهندس هشام عاصم اللي حاول يلبس النظارة دي وكتب حكاية بعبقرية تخيلية على لسان واحد من المحبين السيسي وسماه اسم وهم كده عم سيد. تعالوا نسمع الحكاية اللي كتبها المهندس اللي بتقول: عم سيد وهو مروح من شغله في العاصمة الإدارية الجديدة عدى على المبنى المهيب، سأل عليه إيه ده يا جماعة؟ قالوا له ده البرج الأيقوني العملاق في العاصمة الإدارية واللي هيكون أعلى مبنى في القارة وهيجمع مئات الشركات والمؤسسات جواه. ده عم سيد اتوهم، معقولة ده في مصر؟ عم سيد شهق في رهبة وما قدرش غير إنه يعترف إنه منظره يخوف قوي. تصميم مميز يخطف الأبصار، يشد القلب، يعمل زوبعة في الفكر، ارتفاع شاهق، تناسق ألوان ما حصلش، وبناء هندسي فريد. عم سيد تأكد عنده مفهوم إن البلد بتتغير، وهي بالفعل جمهورية جديدة زي ما بيسمع مع أحمد موسى وزي ما سمع امبارح مع عمرو أديب. مصر انتفضت، مصر هترجع تاني. زي كده لما شاف العاصمة الإدارية من الطيارة من فوق. عم سيد ما شافش المنظر ده من الطيارة، احنا بس حابين نوريكم عم سيد اتوهم بإيه. إنما عم سيد شاف الصور دي، شاف المسطحات العظيمة دي، شاف المباني الحلوة قوي دي، حاجة الحي الحكومي، حاجة ما حصلتش قبل كده. المناظر دي خدت عم سيد جداً وحسيته إن مصر جمهورية جديدة فعلاً. عم سيد وهو راجع في الميكروباص من شغله في العاصمة الإدارية سمع السواق بيتكلم مع الراجل اللي جنبه إن في حاجة اسمها مدينة العالمين الجديدة، وهي أفخم وأعظم عالمين كمان غير دي، لهك في سره بالدعاء للرئيس يا رب يطول عمرك، وإزاي حول مصر من خراب إلى دولة تنافس القوى العظمى. ده احنا بقينا ولا دبي يا جماعة، كمان في العالمين، ايه الحلاوة دي؟ ده احنا ايه ده؟ ده دبي دي ولا الدوحة دي ولا ايه ده؟ مش معقولة دي مصر يا جماعة. الله أكبر عليك يا ريس، ربنا يطول في عمرك واللي عملت الحاجات دي. سواق الميكروباص قال لهم: أخوانا الأجرة بقت 27 جنيه. عم سيد قال له: يا ريس مش كانت الأسبوع اللي فات ب22 بس؟ السواق قال له: أديك شافة محترم، البنزين بقى بكام؟ مش عاجبك انزل. عم سيد دفع ال 27 جنيه وهو ساكت، عشان الاسعار فعلا زادت الاسبوع اللي فات وبقت اهو كل الاسعار زادت لان البنزين زاد. مش بس كده، ده حتى الجرايد كتبت ان الاجره زادت بعد غلاء البنزين. عم سيد وهو لسه بيفكر في ال 27 جنيه اللي جرحت من جيبه، لقى رنة من مراته ام كريمه مش عايزه تتصل بيه عشان ما يضيعش، هو كمان مش عايز يرد ولا عايز يتصل عشان ما يضيعش 7 جنيه الباقيه في رصيده. ام كريمه رنت تاني وقفلت، ما هي مش قادره ترن كتير احسن يفتح عليها، وهو مأكد عليها بدل المره 20 انها تحافظ على الرصيد اللي معاها وتخليه للحالات العاجله. خلاص هانت كام ساعه وهيوصل البيت وهيعرف ايه اللي حصل وكانت عايزه ايه. عم سيد نزل ميدان المريوطيه في الهرم، شم ريحة طعمية من بعيد وعصارة معدته اشتغلت. الراجل ما كلش حاجة من الساعة 10 الصبح
والساندويتش من اقل محل بقى بخمسة جنيه. قال خليني صابر لغايه ما اوصل البيت اكل مع العيال، لان سندوتشات الفول والطعميه كلها ايه زادت يا جماعه، عشان الخامات برضو زادت. اقل سندوتش بقى بخمسة جنيه، ما وفر الخمسة جنيه واروح اكل مع ام كريمه وكريمه. شويه وتليفونه رن، بس الرنه المره دي مش من ام كريمه، كانت من حنفي السباك. اكيد هيسالوا على ال 270 جنيه اللي كان سالفهم منه. اصبر يا حنفي، لسه هقبض الاسبوع الجاي وهرجع لك فلوسك وعلى الجزمه، ربك يهونها عليك وعلينا. كل اللي في جيبي دلوقتي 37 جنيه، مش عارف هشتغل تاني امتى. عم سيد بيدور على اي اتوبيس رايح التحرير، كل الدنيا زحمه وهيتفعص جوه اي اتوبيس، مش هيقدر يتشعبط عشان سنه كبر شويه والعظمه بقت خلاص بقى، وكمان اسعار الاتوبيسات بقت غاليه هي كمان، مش بس الميكروباصات ده الاتوبيسات. وهو على فكره عم سيد وهو طالع اتوبيس من كام شهر كده وقع من الاتوبيس بعد ما ايده اتزحلقت. ساعتها الست ام خالد الممرضه اللي ساكنه فوق قالت له لازم عم سيد تروح عياده ولا مستشفى يشوفوا العظم. قال لها منين ام خالد؟ ما انت عارفه البيرو غطاه. قالت له طب خد بالك احسن ايدك بقت تتهز كتير عشان يظهر سنك كبر والعظمه خلاص خوخت، فاوعى تتشعبط تاني. طب يركب ايه؟ هو مش حمل تاكسي، التاكسي ده خيال علمي، ده هياخد اجره يوميه كامله، وهو بقاله يومين ما اشتغلش. قالك ربك يهونها ويبعت اتوبيس فاضي حتى لو فضل واقف طول الطريق. برضه لان التاكسيات غليت انا مستحيل افكر في تاكسي. ادي تعريفه التاكسي. عم سيد رجع بيته اخيرا لقى المجاري ضربه تاني، والحاره كلها مجاري، ولاد اللي في مجلس الحي مش عايزين ينضفوها. بعتنا كلنا سكان المنطقه شكوى، بقالنا سنين شكوى وشكوى وشكوى ومحدش فاضلنا. ادي اهي صور المجاري طافحه في المنصوريه، المنصوره شارع بورسعيد، ده المنصوره وده في احلى شوارع المنصوره شارع بورسعيد، ما بالك بقى بالمريوطيه. وهو داخل بقى من ورا الشارع عشان ما يعديش على محل حنفي السباك اللي له 270 جنيه، هيقول له هات ال 270 جنيه هوديهم فين؟ حاضر يا حنفي، اشتغل بس واجيب لك فلوسك، ما تطول بالك شويه يا حنفي. اضطر وهو ماشي يعدي جنب بيت اللومانجي، ده بيت عيل اسمه حازم كان في الجامعه بس دماغه باظت، وكان ماشي ورا العيال بتوع حماس والاخوان وخيم التحرير ولاد وفيها ايه ان الدستور هيخرب؟ قال لك فيها الدستور هيخرب البلد وبتاع. قعدوا يقول لك دستور 2014 هيخرب البلد، وتلموا في التحرير لعنة الله عليهم، وتلموا العيال كلهم دول اللي بوظوا البلد، وبصراحة أخروا البلد سنين ورا. الواد اللي اسمه البلتاجي والواد علاء عبد الفتاح على باسم عودة على زياد العليمي على كل دول، خلاص بقى ربنا ريحنا منهم. عم سيد لما شاف الواد اللومانجي ده في التحرير راح لنصر أمين الشرطة اللي يعرفه اسم مطرية وبلغ عن الواد دي. كلها أسبوع وجاي البوكس خد الواد ده من قفاه ابن الكلب. وفي ساعتها من ساعتها ملوش تحس ولا خبر ولا حد شافه في الشارع، غار في داهية الله يحرقه، خربوا البلد هو وأمثاله. قبل ما يوصل البيت لقى الدكتور طارق واقف بيصلح التوك توك بتاعه عند الواد عماد سيكا. الدكتور طارق ده طالب في كلية أولى صيدلة، بس الشارع كله بيقول له دكتور. وبعد 3 شهور من دخوله الكلية أبوه وقع من فوق السقالة وهو بيرفع الطوب، فطارق اضطر يشتغل على التوك توك عشان يعرف يصرف على ابوه وامه واخواته وعلى نفسه. وهو زي اي حد سايق توك توك في مصر، ما التكاتك بقت عامله زي النحله في مصر، دي بقت عامله زي الدبانه الكبيره اللي تقعد تزن في ودانك وما تمشيش دي. كل يوم بيشوفه بيصحى من 5 الفجر يذاكر شويه، بعدها يروح الكليه، وبعدين يرجع يشتغل في التوك توك طول الليل عشان يعرف يسدد الديون اللي عليه وعلى ابوه. ربنا يكون في عونك يا دكتور. دخل البيت لا ام كريمه في وشه بتقول له ما اتصلتش بيه ليه يا راجل؟ الثلاجه باظت تاني وشويه الرز اللي كانوا فيها باظوا ورميتهم، وانت مش سايب فلوس في البيت، اطلع بقى شوف لنا حاجه ناكلها احسن، انا وكريمه متنا من الجوع، البنت ما كلتش من ساعه ما رجعت من المدرسه وخلاص الجوع قتلنا، وتلاقيك انت كمان على لحم بطنك. عم سيد كان عامل حساب انه هيحكي لها حكايه البرج الايقوني وازاي مصر بقت حاجه تانية ومدينه العالمين
وازاي السيسي نظف البلد وهم بياكلوا، بس كلامها صدموا. التلاجة باظت تاني تاني، مفيش اكل. مد عم سيد ايده في جيبه وطلع شويه فلوس كده وقفل الباب وراه. عم سيد واحد من الناس اللي قال عنهم الخبر دول انهم دخلوا في خط الفقر. نسبة الفقر في مصر 29، هو واحد منهم. ودي كانت نهاية القصة الحزينة الواقعية جدا اللي كتبها المهندس، واللي بتعبر عن مصر الحقيقية، بتعبر عن ملايين المصريين اللي زي عم سيد، اللي متسلط عليهم آلة إعلام جبارة بيتصرف عليها مليارات عشان تقنعوا ان البرج الأيقوني ده أولى من رغيف العيش، وإن الحكومة أولى من الدعم، وإن مسجد الفتاح العليم أعلى مسجنة ده أفضل من أموت المتجاز، وإن الكاتدرائية العظيمة دي أولى من لتر البنزين، وإن برج العالمين ومدينة العالمين أولى 100 مرة من زيادة تذاكر القطارات والمترو. جات كل قرف مليته البلد. وهنا السؤال بقى، ليه الكذب أسرع عند الناس في التصديق من الحقيقة؟ مش أنا اللي بسأل السؤال ده، ولا المهندس اللي كتب القصة دي هو اللي بيسأل السؤال ده، العلماء بيسألوا السؤال ده. ليه دايماً الكذبة بتتصدق عن الحقيقة؟ بعض العلماء قالوا لأنه الكذبة بتلعب على مشاعر الناس، على احتياجاتها، على دغدغة عواطفهم بجمل بسيطة قوي، وبيزوروها كده في الآخر بسلوجن أو شعار زي أنتوا نور عينينا، زي أنتوا قد الدنيا. في النهاية يصحى عم سيد على كابوس الحقيقة. يا جماعة الحاجات دي كلها جميلة، العالمين، العاصمة الإدارية، البرج الأيقوني، كل ده عظيم، كل دي حاجات رائعة، بس مش من أولوياتنا، مش من أولوياتنا. أولوياتنا العلاج، تذكرة المترو، رغيف العيش، الصحة. أولوياتنا هي أولويات عم سيد الحياتية اليومية، حتى لو غني ومهما يستغني عن حاجة ورا حاجة ورا حاجة مش هيكفي، لغاية ما هيجي عليه يوم عم سيد ده ويقع، وساعتها هيقول الشعار اللي قاله نجيب محفوظ في رواية يوم قتل الزعيم: الويل لمن يسقط. زي ما كتب الدكتور خليل محمود النهاردة تعليق على رائعة نجيب محفوظ يوم قتل الزعيم، بيشرح المعنى ده تحت نفس العنوان: الويل لمن يسقط. إنها جملة تحكي قصة قديمة متجددة يصبح العلاج فيها طرفاً لا يقدر عليه المريض، ويكون أمامه إحدى بوابتين: بوابة التحمل والتصبر بالدعاء إلى الله تعالى بالشفاء وهو على كل شيء قدير، أو انتظار أمر الله وكان أمر الله قدراً مقدوراً. في الرواية دي أو في المقال اللي بيشرح الرواية دي بيكلم الدكتور ونجيب محفوظ عن إنه لما تكتر عليك الأسعار قوي تبتدي تستغني عن حاجات في حياتك، حاجة ورا حاجة ورا حاجة، لحد ما تصل إنك تستغنى عن العلاج. وهنا يقول الشعار على لسان واحد من أبطال روايته: الويل لمن يسقط. العاصمة الإدارية شيء عظيم مش أولوياتنا، العالمين شيء خرافي مش من أولوياتنا، العالمين والعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني دول فلوسهم كانت كفيلة بأن تخلي المواطن ما تغلاش عليه تذكرة المترو زي ما هنشوف بعد شوية، كانت تخلي المواطن يتعالج كويس ويلاقي مكان في المستشفى زي ما هنشوف بعد شوية، كانت تخلي تدفع مرتبات ومعاشات لناس كبرت واشتغلت ودلوقتي من غير معاش زي ما هنشوف بعد شوية. المواطن ده عم سيد يفضل يستغنى عن حاجات لحد المرض. وهنا بقى يترفع الشعار: الويل لعم سيد لو سقط ومرض، الويل لعم سيد لو سقط وجاع، الويل لعم سيد لو سقط وفلس، الويل لعم سيد، الويل الويل. فخد بالك بقى انت واوعى تسقط. اشوفك بعد الفاصل. اهلا بكم. غير العاصمة الإدارية والغلا في حاجات تانية ما اتكلمناش فيها مع عم سيد. ما اتكلمناش عن المكان اللي الدكتور بيتقال له فيه يا دكتور،
ما اتكلمناش عن المكان اللي الخدمة الصحية فيه على أعلى مستوى في مصر، وكمان عندهم طبيب نفسي. دي مش دعاية لفندق في الساحل أو لشركة سياحة، دي تصريحات الكابتن سوري الفنان طارق النهري بعد خروجه من السجن بعفو من السيسي. فطلع يقول إن السجون زي الفل والضباط هناك بيعاملوهم باحترام، وفي كمان دكتور نفسي وشغل فاخر فاخر فاخر. خلينا نشوف كده تصريحات الأخ طارق النهري على طول عن المعاملة المميزة داخل السجن. دي أبرز تصريحاته بقى. الراجل بيتكلم عن السجن بقى إن هو يعني الضباط كانوا بيحترمونا، حتى اللي مش محترم، حتى اللي مش محترمين. الضباط في السجن بيقولوا أحمد دمي يا أستاذ أحمد، وفي السجن كنا بنتعامل أحسن معاملة، والدكتور بيتقال له يا دكتور. في كمان رعاية طبية في السجون على أعلى مستوى في مصر، في دكتور طب نفسي دكاترة بالسجون. الضباط في السجن كان يقولوا أنتم أمانة عندي ولازم أحافظ عليكم، ولأمك يعني أمك اللي سجناك. أي كلام عن وجود ضرب أو اعتداءات في السجون مش صحيح. وإحنا بنقرأ في الصحافة في السجون، يعني في بقى جرايد بقى، كنا بنضحك على التقارير الكاذبة عن أوضاع السجون. ده كلام أو ملخص كلام الكابتن الفنان طارق النهري. طب إحنا قدام حاجة من اتنين، إما إن فعلا طارق النهري كان بيتعامل معاملة سبيشل زي هاني مهنا لو أنتوا فاكرين لما قال الكلام ده. ممكن يكون المعاملة اللي شافها طارق النهري زي كده، ما هتكذب ليه يعني، وبيقول لك في دكاترة نفسيين فوق ده كله. أو ممكن يكون طارق النهري بيدفع ثمن العفو عنه وبينافق النظام زي ما التغريدات اللي قالت له كده. حلو قوي كده، أدي أهو ناقص يقول لك إن السجن في عهد السيسي فيه مخدرات وخمور ونسوان كمان. ده واحد، ده حساب واحد اسمه أسامة. عرفت ليه كانوا بيقولوا على المسجون سافر سويسرا؟ ده هو بيتريق بقى صاحب الحساب ده. طارق النهري ونخنوخه محمد طبيخة الأخ لا يدخلون زنازين إلا للتصوير، ده صاحب الحساب ده اللي بيقول كلام طارق النهري عن السجون يدعو الفخر. نرجوكم أعيدوه للسجن يعني. ممكن يكون طارق النهري دخل سجون زي هاني معنا كده، عنبر بتاع 3000 واحد قعدوا فيه 14 واحد، منهم اتنين واحد وزير داخلية وواحد رجل أعمال، اتنين رجال أعمال كبار ممكن. لكن بغض النظر عن كل ده، أنا ممكن أصدق طارق النهري، ممكن. يا عم فيها إيه؟ مفيش مشكلة. أنا أقدر أقول لك يا طارق إنهم كانوا عندكوا كمان نتفليكس، إيه رأيك يا معلم؟ كان عندكوا سينما أسبوعية، في حاجة تانية عايز تزود عليها؟ أنا ما أقدرش أكذبك، أنا ما أعرفش إيه اللي حصل معاك جوه عشان تطلع. جايز عملوا معاك الجلاشة فطلعت أنت مغمى عليك، ممكن. ممكن يكون ده حصل فعلا. لكن انا عندي سؤال واحد ليك يا طارق، بس انا مصدق انك انت اتسجنت كان في جرايد وضباط بيقولك انتوا امانه عندنا ومفيش ضرب، وبيقولك يا كابتن طارق، وبيقولوا احمد دوم يا استاذ احمد، وبيقولوا انتوا امانه في رقبتنا، وكان في صحافه بتجي لكم يعني قصدي جرايد، وكان في ممثلين بيروحوا لكم. انا موافق على كل ده، اشتريت منك يا طارق، لكن عندي سؤال واحد بس. كل التقارير اللي كتبت عن السجون كذابه، هيومن رايتس ويتش كذابه، الولاد اللي وقفوا قدام القاضي وقال له انا كهربت لمده 20 سنه كذاب، الله يرحمه ويحسن اليه ويتقبله من الشهداء، كذاب. الدكتور باسم عوده وزير التموين الاسبق اللي محبوس في زنزانه انفرادي كذاب. كل بص كل ده كذب، انت الصادق. كان عندي سؤال واحد دي، لما كان حد بيزورك، امك اختك ست، لما كان حد بيزورك يا طارق يا نهري، كان بيترمي رميه ليلى سويف كده وهي مستنيه تزور ابنها الدكتوره ليلى سويف سليلة الحسب والنسب في المجال الثقافي في مصر، أبا عن جد عنها عن أحفاد، أمك يا طارق يا نهري كان قائد طابية، لا سوري، أمك
كانت بتترمي الرمية دي قدام السجن. وريني بقى صورة كده، وري لطارق النهري كده صورة الدكتورة ليلى سويف وهي مرمية قدام السجن على عتبة السجن بالشهور. أنا عايز صورة الدكتورة ليلى سويف قدام السجن. أمك كانت بتقعد القعدة دي؟ أختك كانت بتقعد القعدة دي؟ ده اللي شفناه. احنا ما شفناش جوه السجن ايه، لم نرى ماذا داخل السجن. سواء بقى اتعاملت كانوا بيشيلوك أربعة على محفة، وكان عندك سبا، وكنت بتخش الجيم، انت حر تقول اللي انت عايز تقوله. لا 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 لا، انا عايز صورة الدكتورة ليلى سويف وهي نايمة على البلاط. وهعرفك بقى مين هي ليلى سويف بعد شوية. امك كانت بتنام كده؟ امك وهي بتزورك كانت بتنام النومة دي يا طارق؟ ولا برضو الضباط كانوا بيقولوا لها ده انت امانه عندنا، وكان بيقول لها دكاتره نفسيين؟ اختك كانت بتنام النومه دي؟ بنتك لما كانت بتزورك كانت بتنام النومه؟ عارف مين ليلى سويف يا طارق؟ انت نكره في الفن اوكي، بس عارف مين بقى ليلى سويف؟ ادي ليلى سويف اهي. خمس ايام بلياليهم امام سجن وادي النطرون في انتظار حد يطمنها على علاء ام البطل الحر الدكتوره ليلى سويف. بقى مين دكتوره سويف؟ هذه ابنه الدكتوره فاطمه موسى، ليلى سويف بنت فاطمه موسى، من اعظم دارسي الادب الانجليزي ونقاد الادب في مصر. حصلت على جائزه الدوله التقديريه في الاداب سنه 97. هذه ابنه الدكتور مصطفى سويف، استاذ اساتذه علم النفس في مصر، واحد من اعلام هذا العلم في العالم كله. حصل على جائزه الدوله التقديريه في العلوم الاجتماعيه سنه 89. هذه شقيقه الروائيه والناقده اهداف سويف، وواحده من اعلام الروايه العربيه المكتوبه باللغات الاجنبيه. دي يا طارق مرميه كده قدام سجن نادي النطرون خمس ايام. فانت بقى جوه السجن اتدلعت تمام جدا، مش هقدر اكذبك، انما اللي اقدر اكذب اي حد فيه هو ده السؤال ليك انت. امك كانت بتعمل كده؟ كانت بتنام النومه دي؟ اختك وبتزورك كانت بتنام النومه دي؟ هو ده بس السؤال بس. انما اللي يحصل جوه السجن ده يخصك، وكلنا عارفين السجون فيها ايه والأقسام فيها إيه. وكل يوم والتاني نسمع خبر زي النهاردة كده عن وفاة محتجز بقسم شرطة بالأسكندرية بسبب التعذيب، معروفة طارق. لا وفي خبر تاني أنا شفته من شوية يا علي، الخبر بتاع الداخلية بتطلع بيان عن ثلاثة ماتوا جوه السجون جوه الأقسام. ثلاثة ماتوا الداخلية تحقق وفاة، لا واحد وفاة، في وفاة مواطن في قسم الشرطه ثالث المنتزه بالاسكندريه نتيجه تعرضه للتعذيب. اهو يا اهو، عشان بس ما تقولش ما حدش بيموت جوه السجون جوه المعتقلات، لا اهو الداخليه توضح حقيقه. طبعا هتقول ان هبوط في الدوره الدمويه عادي، المواطن بيخش عادي في القسم يحصل له هبوط في الدوره الدمويه. بشان وفاه الزعب احد المواطنين داخل قسم الشرطه الثالث الاسكندريه، واوضح المصدر في بيان ان الحقيقه الواقعه تمثل في ان الشخص المشار اليه بناء على اذن النيابه بنطاق دائره قسم شرطه الثالث المنتزه ضمن تشكيل عصابه يضم ثلاثه اخرين، يعني واتقتل لانه يعني ما يعني ايه مات ليه؟ طيب مش مهم، هو مجرم ماشي ما يتحاكم، انما اتقتل ليه بقى؟ المعروف عنه تعاطي المخدرات، وانه اكدوا عدم تعرض المتوفي لاي اعتداءات، وان الوفاه طبيعيه، يعني دخل السجن عادي على رجله القسم فجاه وقع طب ساكت اتخض. يعني طارق انت حر اللي بتقوله، لكن بسألك سؤال، لما كان حد بيزورك كان بيتلقح بالخمس ايام بره السجن كده؟ اللي بعده. عزيز المواطن، عزيزتي المواطنه، انت مطلوب منك زي ما انت مبهور بالبرج الايقوني كده في العاصمه الاداريه، ومبهور بالبرج بالعاصمه الاداريه كلها، اللي جاي ده مطلوب منك انك تشارك في سداد الديون بقى. عارف لما تكون عايش مع جوز امك في بيته وكل شويه ينزلك تشتغل عشان تجيب لقمتك ويذلك على المصاريف اللي بيصرفها عليك؟ اهو النظام بيعمل مع الشعب المنطق ده بالظبط. انا كمان هزود عليك اسعار التذاكر، انا اصرف لك منحه استثنائيه، عايز ايه تاني؟ كل الوزارات والسيسي وافقوا عليها وخلاص، يقول لك كنا هنطبق او هتطبق من الشهر الجاي. ايوه هتطبق من اغسطس، كنا هتطبق من اغسطس لكن خليناها اخر الشهر.
ليه اخر الشهر خليتوها اخر الشهر ليه؟ ما يعني وقوع البلاء خير من انتظاره، ما تطبقوها علينا طربقها علينا بقى المترو. قال لك لا لا يا حبيبي، انا حنين عليك، انا قلبي قلب ام مش قلب اب، انا هزودها بس مش دلوقتي، لما اصرف لك المنحه الاستثنائيه. شفت انا قد ايه اصرف لك المنحه وبعدين ازود لك التذاكر من الناحيه الثانيه. ده الكلام بتاع كامل وزير على فكره، ده مش نص كوميدي، اسمع كده يا اخي. ايه الحنيه دي؟ ظهور الحنيه ولا عايز الحنيه؟ هو مش هيزود التذكره غير لما يصرف المنحه، فلما يصرف المنحه ناخد التذكره بقى. خلاص خلص الكلام والبندقيه اتكلمت. خليك واقف عندي ده، الله يخليك يا اخ علي. كلام الحنان خلص، خد بقى تعالى هنا. انت فاكر يا دي يا مواطن احنا بنطبطب عليك؟ انت كده كده هتشيل وهتدفع، ما انت فاكر ايه؟ ده برضو كلام كامل بيه الوزير، قال بالنص. هات بقى كلام كامل الوزير كده. المواطن لازم، جميع الوزارات اجمعت على زياده الصرف، والمواطن لازم يسدد المديونيه معانا. ليه يا عمي؟ ليه يا عم؟ انا عملت ايه عشان اسدد معاك؟ ما انتوا صرفتوا فلوس البلد في البرج الايقوني والعاصمه الاداريه، انا ليه ادفع ثمن؟ هو قال لك السكه الحديد كانت مديونه ب 88 مليار، الدوله اتنازلت وزاره الماليه عن 7 مليار، وبعدين قعد يحنكش ويرنكش ويعمل، وبعدين السيسي قال له بقول لك ايه؟ انتوا مش عندكم ارض في ارض المعارض ما تبيعوها؟ راح بعنا لسداد ديون، بعنا لسداد ديون السنه. حلو قوي، بس لسه المديونيه شغاله. طيب ايه بقى نعمل ايه تاني؟ مفيش حل غير ان احنا نزود تذكرة على المواطن، واحنا علينا ديون والمواطن يشيل معانا. يشيل معاكم؟ المواطن عمل ايه عشان يشيل معاكم؟ طب هو السؤال، انتوا رحتوا صرفتوا الفلوس في الرمله، انا مالي؟ انا داخل ايه بواحد راح يسكر بفلوس ابوه وبعدين يجي يقول لي معلش اصل انا مديون، تعالى ساعدني في الدين؟ انا مش علاقه. واحد راح اشترى عربيه جاكوار ب 800,000 جنيه وبعدين يجي معلش انا اصل انا مديون، ممكن تساعدني في الدين بتاعي؟ انت اشتريت العربيه ليه اصلا؟ هو السؤال الثاني، يا ترى الديون هتتسدد بالتذاكر وبيع الاراضي وبس، ولا في حاجه ثانيه؟ الديون اللي على الهيئه دي هتتسدد ببيع الاراضي زي ما انتوا بعتوا اراضي كده ارض المعارض ورفع ثمن التذكره على المواطن بس؟ هو في سؤال تاني، معلش يا علي انا عندي سؤال تاني، ممكن بعد اذنك توعدني؟ هو طبعا المواطن هيدفع، هيدفع يعني، ان دي تكون اخر زياده؟ قول والله العظيم دي اخر زياده. انا يعني طب اخر حاجه دي يعني بعتوا ارض المعارض وغليتوا التذكره كده هتسددوا الديون ولا في حاجه تانيه؟ قال لك لا في حاجه تانيه. كامل الوزير، لدينا 42,000 موظف بالسكه الحديد ومش محتاجين منهم غير 20,000. يا سنه سخه، النص، نص الموظفين؟ عم سيد يا ترى انت بقى من ال 20 ولا من ال 22؟ من ال 20 اللي هيقعدوا ولا من ال 22 اللي هيمشوا؟ يعني هيمشي 22، هو مش محتاج 22,000، هيتسرحوا. يا ترى عم سيد انت من دول ولا دول؟ لكن يا جماعه طالما كده كده المواطن هيشيل، الفرحانين بالبرج الايقوني يشيلوا بقى. فما تقولوش الوزير قال زياده طفيفه، يعني اكيد نسبه صغيره يعني. للاسف مضطر اصدمك، الزياده 25%، يعني مش هتزيد عن 25%، ما تقلقش يعني. مش وبعدين انت لازم تقف معانا، ما انت ليك شايفنا، احنا رحنا سكرنا في العالمين ورحنا الدرمغنا في العاصمه الاداريه وعملنا اعلى برج ايقوني، فانت كمواطن وبعدين يحسسك ان المواطن هيدفع الزياده دي مره واحده، يعني واحد رايح مشوار، يعني واحد رايح من البحوث رايح رمسيس وراجع وخلاص مش هيركب تاني المترو. لا يا حبيبي، ده المترو ده عصب الناس، ده في ناس يعني علاقتها بالمترو اكتر من علاقته بمراته، او علاقتها بالمترو اكتر من علاقتها بجوزها، ده في ناس بيشوف المترو اكتر من اي حاجه في الدنيا، يعني في ناس بتصحى الصبح على المترو واخر النهار على المترو، في ناس ما بتصليش بس لازم تركب المترو. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها
يا معلش نقف جنب بعض بقى كده يا جماعه. معلش انتوا اديكم شفتوا احنا صرفنا في العاصمه الاداريه والبرج الايقوني واعلى مئذنه واكبر كاتدرائيه، نقف بقى مع بعض بقى استجدعوا بقى. قال امال ايه ده سفه، ده اسمه استعباط، ده اسمه استعباط. محدش قال لك ارمي فلوسك في الرمله، محدش قال لك تتداين وتشتري ب 37 مليار دولار اسلحه ترميها في المخازن، محدش قال لك كده، محدش قال لك كده، محدش في العالم قال الكلام ده، ولا يوجد فكر علمي يقول كده. دولة شحاتة زي ما هو قال، تروح تشتري ب 37 مليار دولار، ده رقم حقيقي بقى اللي بقوله، أسلحة عشان ترميها في المخازن، ولا بتحارب إسرائيل ولا بتحارب إيران ولا بتحارب العراق ولا بتحارب ولا بتحارب المريخ. 37 مليار، اسمع الكلام، 37 مليار دولار ترميهم في المخازن وبعدين يصدوا. طب ماشي الأسلحة عشان الجيش وندافع عن نفسنا وتحيا مصر وراجعين بإذن سلاح والحاجات دي اوكي. طب والمليارات اللي اترمت بقى في العاصمة الإدارية ليه أنا كمواطن أدفع ثمن تفكير ملوش علاقة بالمنطق؟ طب ماشي المترو بقى نظامك ايه يا وزير بقى؟ برضو المترو هتزوده والمواطن لازم يتحمل. انت كنت بتتكلم على القطارات، المترو برضو كمان كده نشوف كده. طب ماشي انا موافقه معاك، القطارات هتبقى بالشكل ده يعني؟ ما القطارات عماله تزيد. تعال انت يعني انت القطارات هتبقى كويسه؟ بس قبل ما نتكلم في المترو، هو كام الوزير بقى له قد ايه وزير نقل؟ بتاع سنتين تقريبا يعني. بقى له قد ايه مزود التذاكر من ساعه ما جه؟ يا ترى اخبار السكه الحديد ايه؟ انا مش هتكلم، انا ما اعرفهاش يعني، مش في مصر. تعال نشوف التويته دي، حد كاتب بيسال بيقول مالها؟ لا 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 سيبك من، انا هرجع للجنيه تاني. هات التويته اللي بعتها لك يا علي لو سمحت، التويته اللي بتتكلم على انه يعني الراجل بيقول يعني معلش يا جماعه هو ايه اللي بيحصل في القطارات؟ بس داري اسمه عشان ما يتضرش بقى. هو الراجل كاتبها بيقول ماذا جرى للسكه الحديد في مصر؟ اعطال مستمره بالساعات والساعات الطويله حتى اصبح السفر عليها قطعه من العذاب. الرحله من القاهره لاسيوط والعكس تستغرق ما بين 9 الى 10 ساعات بالفي اي بي، والتي هي ارقى القطارات التابعه للخطوط، وهي مسافه لا تزيد عن 375 كيلومتر. لاسباب مفهومه ولا احد يخرج ليوضح ويشرح لماذا تدهور الخدمه الى هذا الحد الذي اصبح مثار شكوى الجميع. ليت رئيس مجلس الوزراء يضع هذه المشكله التي تنغص حياه الناس على جدول اهتمامات حكومته، نريد حلا. اهو والله انا بقراها، طلعها مره واحده يا عم، ما تعرفش شيل اسم الراجل عشان ما نضروش. بس الراجل بيسال، راجل بيركب القطر من اسيوط للقاهره. ايوه كده ممكن اهو. بص والناس معلقه، بس هات بقى كده فول سكرين. ماشي يلا هات بقى فول سكرين كده، والراجل كاتب عشان بس ليه هو من ساعه ما جه عمال يزود يقول لك احنا عملنا وطورنا والحاجات. طب الراجل بيسال اهو، هذا المواطن بيسال يا جماعه ليه القطارات وصلت لهذا التردي؟ نريد وبيتكلم، والناس تحت بقى كاتباله، الناس تحت بتتكلم في نفس القصه. اقرا يا عم، ماذا جرى للسكه الحديد في مصر؟ اعطال مستمره وبالساعات طويله حتى اصبح السفر قطعه من العذاب. الرحله من القاهره لاسيوط العكس تستغرق ما بين 9 الى 10 ساعات بالفي اي بي اللي هي ارقى خطوط يعني، وهي مسافه لا تزيد عن 375. لاسباب مفهومه ولا احد يخرج ليوضح ويشرح لماذا دور الخدمه الى هذا الحد الذي اصبح مثار شكوى الجميع. ليت رئيس مجلس الوزراء يضع هذه المشكله. انت بتلم فلوس يا كامل وخلاص؟ بتلم فلوس بقالك سنتين في الخدمه وبتلم فلوس والناس شايفه عذاب في القطارات اهي. طيب معلش يعني اذا كلام كامل وزير بيتكلم على القطارات والمترو، حلو كلام جميل جدا. طب كويس انك انت هتصرف المنحه الاول وبعدين ترفع التذكره. وبعدين هو بيقول في الفيديو اللي فات ده ايه؟ ده جنيه، ده جنيه يا مواطن يا نتن، ده جنيه. الجنيه ده هيجمع معانا احنا. لا معلش زي بعد، هو الجنيه مش هيجمع مع مواطن؟ يعني انا لما اكون هركب يوميا كطالب جامعه او كاب، ده البيوت مليانه ناس بتركب المترو، يعني الاب واولاده وبتاع بيركبوا المترو، الاب والزوجه والولاد. لما يكون كل واحد فيهم زاد جنيه، مش هيجمع اخر الشهر حاجه بقى؟ ولا هيجمع عندكم انتوا بس؟ ماشي. طب كويس، انت هتصرف المنحه الاول وبعدين تصرف تزود. طب ممكن تفكرني بالمنحه الله يكرمك؟ قد ايه المنحه؟ 25% زياده؟
20% زيادة. خلينا نشوف المنحة كام بقى. 1,000,000 جنيه مساعدات السيسي الاستثنائية شهريا. عدد الأسر اللي هتستفيد منها 9 مليون. اطرح واجمع وانصب واطرح، التسعة مليون يبقى 112 جنيه نصيب الأسرة شهريا. لما تقسم 9 مليون على 1,000,000 كل أسرة يطلع لها 112 شهريا. طب الفرد بقى 22 جنيه شهريا ونص. طبعا رغيف الخبز ب 75 قرش، الرغيف السياحي يوميا جنيه. كل ده. طب يا جماعة أكيد برضو احنا بنظلم كامل الوزير والنظام، يعني هو رفع 25 يوليو، 3 يناير اهو، بشائر 22 علاوة 7% أول يوليو للموظفين وزيادة مرتبات القطاع الخاص يناير الجاري. حلو؟ حلو جدا، ده كلام سليم، كلام الحقيقة رائع جدا. طب خلاص يا عم كامل، أنا مش عارف أدافع عنك، لكن أنت أكيد أكيد هتراعي الغلابة يعني. يعني يعني التطوير مش هيبقى في القطارات الفي اي بي بس، لان قطارات الفي اي بي شايله الناس، اساتذه الجامعه والقضاه والحاجات دي، بس في قطارات بقى الموظفين بتاعها بيجوا من اسكندريه ومن بنها للقاهره. ممكن تهتم ما يسمى بقطارات الضواحي؟ مش ترفعه؟ ارجوك هترفعه؟ لا ولا مفيش حاجه اسمها قطارات ضواحي، احنا غلابه اصلا. خلينا نشوف كده احمد موسى بيتكلم على قطارات الضواحي. انت محسس انك انت بتركب الناس ببلاش؟ طب يعني حتى قطار الضواحي يا عم سيد هيدفع، ويا ريت القطر بيمشي كويس. اتفرج كده على القطر ده، ادي قطر اهو خرج عن خروج عربه قطار روسي عن قضبان السكه الحديد في البدرشين وتوقف الحركه كليه. على فكره بالمناسبه البدرشين دي مش قطار ضواحي، لا لا، قطار الضواحي ده انت ما تعرفش يعني ايه قطار الضواحي. خرجت عربه من القطار الروسي المكيفه رقم 163 اسوان اسكندريه عن مسارها منطقه البدرشين بمحافظه الجيزه قادمه من اسوان، مما تسبب في تعطيل الحركه. ده البدرشين ده يا عم افهم بس، ده مش ضواحي، ده البدرشين ده هو الخط الاساسي، هو ده اسوان القاهره، ده الخط الرئيسي. الضواحي بقى انت تخش الدلتا بقى وتروح كده عزبة عبد اللطيف ابو جاد في الشرقيه عند ولاد صقر، وتلاقي القطر بيمشي زي ما يكون كرتون كده، عارف القطارات الكرتون، او يعني قطارات الضواحي اللي هي في الدلتا كلها، لكن في الصعيد مفيش قطارات ضواحي، لان هو خط كل واحد يعني على النيل. والدنيا باظت بقى نشوف الفيديو ده كده. انت تعرف معنى الفيديو ده ايه يا بشير؟ انت ما نزلتش مصر، اصلك ما عدتش على مصر على راي الاخت شاديه، وغالبا دي كلمات عبد الرحيم منصور ولحن بليغ حمدي، ده غالبا يعني. انت ما عدتش على مصر. المشكله في الفيديو ده ان القطر وقف بعيد عن المحطه. وقف في حته كده غيطان بس. ادي واحد. وانه حسب الفيديو ده قبيل الغروب تقريبا، اما انه ساعه الصباح البدري. المشكله بقى ان انت ما جربتش يا بشير تاتش كده يحصل معاك انك القطر يعطل او يقف في حته مقطوعه، انت ما بتعرفش واقف ليه دلوقتي ومحدش بيكلمك اصلا، مفيش اذاعه داخليه. وناس بقى حوامل على اللي معاه تذكره طيران وعايز يلحق على المهم يعني الناس كفرانه. الناس بتوصل لمرحله النزول دي بعد ان يكون مرت ساعات هم ما يعرفوش حاجه عن الموضوع. انت بتفكر القطر يقف الناس تنزل؟ لا، الناس بتبقى بيفضل عندها الامل، انا بالامل على راي الست ام كلثوم. فانت تفضل عندك امل اول نص ساعه، بعد ما الساعه تتجاوز تخش يعني يا دوب الساعه هتلمس سقف ال 60 دقيقه تبتدي تتامل في حياتك كلها بقى. واخر مره حلقت كان امتى؟ وهي تقول لك اخر مره رحت الكوافير كان امتى؟ والله العظيم نروح اعمل حواجب المره كده بقى، تبتدي تستعيد ذكريات ملهاش اي 30 لازمه في دماغك. بعد مرور الساعه تيأس خالص فتتبلد، فيحصل لك انك ما تفكرش وتفقد اي علاقه بالكون، لحد ما ابنك الصغير يعيط او جوزك يقول لك معاكي
القصافة اللي كانت في البيت مثلا كنت حاططها في الشنطة، فساعتها أقول النبي تسترجع الذاكرة مرة تانية. اختار الضواحي، هو ده بقى اختار الضواحي، ده الزقازيق بقى وحلاوة الزقازيق ومدان مولد النبي في الزقازيق. وتنزل بقى تلاقي المحطة بتاع القطر قدامها تمثال أحمد عرابي على الحصان، تمثال سيء جدا. ما علينا، يعني عند الشبابيك حلوة. بص القطر يا شبابيك ده يا عمي، دي علبة صاج بيتحفظ فيها البني آدمين حتى التعفن. المهم يعني هات بقى اللقطة بتاع النزول بقى، الناس كده، الناس دي بقى، لا الفيديو اللي قبله يا عبشير، الناس دي بقى نزلت من القطر بعد أن مرت بتجارب وخضعت إلى مجموعات متنازعة من المشاعر وذكريات وبتاع، وفجأة لا لما الناس نزلت يا بشير اللي هم الناس لما أنا. لا سيبك من القطرات دي، المهم يعني فالناس توصل لمرحلة إن هي لا خلاص يا عم احنا هنموت هنا، لا مش هنموت هنا ابن عمي، هناخد بعضنا ونمشي. وبعدين الناس تبص من الشباك تلاقي أقرب حتة تخش على العمار، يا نهار اسود ده ولا 7 كيلو هناك، ما نمشيهم كتير، نمشيهم هنموت هنا من الجوع والعطش. تبتدي تكتب وصيتك الأخيرة، لا هات الفيديو بتاع الناس اللي نزلت من الناس دي ما نزلتش يا بشير الله يخليك، قول لي بتجيبها ولا لا. الناس دي ما نزلتش إلا لما فقدت أيوة العب كده بقى أهو، حط الفيديو. بص الناس دي بقى ما نزلتش غير لما فقدت الأمل تماما في أي شيء ممكن يحصل، خلاص قرروا ينزلوا. بص انت هتلاقي الواد اللي بيتكلم ده بيقول له يا عم دي البدرشين يعني الجيزه هنا وبتاع، عارف هقول لك على معلومه تانية. بص بقى الناس دي قررت تمشي، بص بقى اقرب طريق للعمار فين، لسه بدري، يعدوا على قريه جوه قريه على نجع. سلام عليكم يا جماعه، عليكم السلام، النبي عايزين نركب لحد محطه البدرشين ونطلع الطريق الزراعي. بس انت تركب اي عربيه من هنا بالنفر تترمي فيها انت ومراتك لحد ما يطلعك على السكه. انا عايزك بس تسمع الواد ده بيقول ايه بقى بشير، اسمع كده الواد بيقول ايه، بيقول له احنا عدينا العياط. قال له عياط ايه يا عم، التاني بقى كان قايم من نوم كفران، ده احنا في البدرشين. عارف بين محطه الجيزه التي خرج منها هذا القطار وبين البدرشين قد ايه؟ ده اتوبيس بيعديها، مسافه ما تجيبش مثلا 40 كيلو، يعني القطر طلع وقف. على كل حال يا عم كامل يا وزير، مفيش فايده على راي السيد سعد زغلول. اللي بعده. طيب على كل حال موضوع زياده تذاكر القطارات والمترو وتسريح العماله اللي انتوا سمعتوه من شويه، مش بيدفع ثمنها غير عم سيد المواطن الله شخص البسيط اللي مش لاقي، وبدل ما الحكومه تخفف عنه بتبيع وبتهد اي حاجه تخص اي عم سيد. المشكله لما عم سيد ده يسكت يجي عواد يبيع الارض بتاعته. وعمك سيد ده ساعة ثورة يناير وساعة الإطاحة بالرئيس مرسي وساعة الإطاحة بالإخوان كان قاعد يقول لك أنا مالي وما نجحش اللي وجع العمد، أردب بمهولك ما تحضر كيلو، تتعفر دجنك وتغلب في شيله، إحنا مالنا يولعوا ببعض. لكن لفت الأيام يا عم سيد وجات لحد عندك. عم سيد ده بقى كان ساكن في الحي السادس والسابع في مدينة نصر. عارف ماذا تعني جملة الحي السادس والسابع؟ كان ليا واحد صاحبي بيسكن هناك كان يتنطط يقول لك لا انا ساكن في الحي السادس. ناس لطيفه، ناس عايشه في حالها، ناس عايشه في عمارات كويسه، في حي كويس، جاء عليهم الدور وهيهدوا لهم عماراتهم خلاص. زي ما بيقول موقع مصراوي، تاكد هدم بلوكات الحيين السادس والسابع بمدينه نصر. ننشر التفاصيل الكاملة. أنا بس عايز بس أقول لك على حاجة، لا وقف هنا وقف هنا، اسمع يا بشير. أنا عايزك تركز في منطقة الكذب عند المسؤولين. والله العظيم أنا قعدت أقرأ الخبر ده لوحدي، أنا مش متخيل مدى الكذب. أولاً العمارات دي مش ماشي فيها طريق. مفيش سبب لهدها خالص. يعني مش المنفعة العامة في طريق، لا 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 خالص. طيب هتهدوها ليه؟ طلعت في دماغهم، انت مالكش دعوه، دي بلدنا واحنا وبتاعتنا. خلاص ماشي يا عم انا موافق هدوها، بس معلش يعني انتوا هتبيعوها للمستثمرين، خسئت سكلات كأمك، احنا مش هنبيع حاجه للمستثمرين. حلو قوي، ده مين اللي بيقول كده بقى؟ ده نائب محافظ القاهره. جميل،
وما انت بتهدوها ليه؟ انت مالكش دعوه. حاضر انا ماليش دعوه. اوكي معلش، كام اسره هتضيع في القصه دي؟ 3000. يا نهار اسود، 3000، 3000 اسره هيتشردوا، قضوا عمر عشان يتشردوا. 3000. طب انتوا ليه كام اسره هتضيع في القصه دي؟ 3000. يا نهار اسود، 3000، 3000 اسره هيتشردوا، قضوا عمر عشان يتشردوا. 3000. طب انتوا ليه لا، في حل. احنا ناس قلبنا قلب ام. بص، اللي عايز نديله بدل هنديله بدل. جميل. هنديله شقه مفروشه كامله بما قيمته 60,000 جنيه. انا لو في شاب سمع كده ممكن ينتحر. في شقه بتتسلم مفروشه وكامله المرافق على التشطيب كله ومؤسسه بالكامل قيمتها 60,000 جنيه. ليه مفروشه؟ ايه؟ عرايس؟ عارف البنات يجيبوا اللعب الصغيره كده، يجيبوا بيت كده وفي انتوا فرشينها كده لعب البنات الصغيره دي 60,000 جنيه. ده ما يجيبوش تمن غساله. طب ماشي اوكي. في حل تاني، اللي مش عاجبه يرجع يشتري في نفس المنطقه بعد ما نعملها على احدث نظام والحاجه. يعني استثمار. لا خسئت، ما بنستثمرش. بص الكلام بتاع نائب محافظ القاهره، اسمع بقى اسمه ايه بقى؟ الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ. بيقول لك ايه بقى؟ قال لك ان اجمالي عدد الاسر المستهدفه 3000. حلو قوي. اسر تقطن البلوكات المستهدفه، لافتا انهم تلقوا حتى الان اكثر من 5,350 طلب من الاهالي. اكد نائب انه لا يوجد اي نيه او توجه لدى الحكومه من اجل بيع المنطقه للمستثمرين. الله يكرمك احفظ. لا لا، رايح فين؟ يا رب يكرمك دنيا واخره. يا رب يا مشاهد يا كريم احفظ الجملتين دول، لا توجد اي نيه او توجه لبيع المنطقه للمستثمرين كما يشاع. كل ما سيتم هو اعاده تخطيط المنطقه وتطويرها من جديد بشكل افضل. ليه المنطقه اشتكت؟ لا. طيب اطلع بقى. قال لك بقى ايه؟ هنصرف صرف عادل للتعويضات. ايه بقى التعب؟ البدائل؟ الحصول على شقه جاهزه مفروشه وكامله المرافق ومؤثثه بفرش جاهز بقيمه 60,000 جنيه. انا استحلفك بالله العظيم، في شقه في الزمن ده مفروشه ومؤسسه بشكل كامل قيمتها 60,000 جنيه؟ معقوله؟ يعني معنى كده انه هيدي للمواطن 60,000 جنيه ويقول له خد يا ابن الذين، يا مواطن 60,000 جنيه روح اتدرمغ بيهم بقى، اركب مراجيح او والوحدات دي فنيه السلام، او انك انت تحصل على تعويض مقابل الوحدات الخاصه بيهم في المنطقه حسب سعر المتر في المنطقه دلوقتي. ركز معايا في الكلام، الدولار. حل تاني، مش عايز الشقه ام 60,000 جنيه دي، في حل تاني انك انت نضرب الشقه طول في عرض في ارتفاع وحاجات من دي زي بتاع المهندسين ونديك تعويض بسعر المتر دلوقتي. اوكي. او انك انت ترجع المنطقه تاني بعد تطويرها بس بالاسعار الجديده يا معلم، مع حساب الفارق بين تعويض الوحدات وبين السعر الجديد. امال انت فاكر ايه؟ ترجع بالسعر الجديد، تمشي بالسعر القديم. ده لو عاجبك، مش عاجبك طلعها لهم بقى بشير كده على الشاشه. ده اللي قاله السيد. طب ما انت معنى كده ان كنتوا هتطوروا، معناه ان مستثمر هيخش وان كنتوا هتبيعوا. المهم يعني الهدم شغال دلوقتي في اكتر منطقه في القاهره. الماظة اللي عماراتها مواجهه لمطار، زي ما قلنا، زي ما ورينا لكم المطار، سور المطار زي الفل، بس العمارات اللي قدامها بتتشال، بقت كوم تراب العمارات دي. وفي فيديوهات وصور جديده وصلت لنا بتظهر حجم الدمار اللي حصل في العمارات دي واصبحت ذكرى. اتفضل. اقفل. شايف سور المطار فين؟ سور المطار ده، السور ده سور المطار. المطار اللي ملوش لازمه. فول سكريني علي يا بشير. المطار اللي ملوش لازمه، الناحيه الثانيه العمارات بقى. المطار ملوش لازمه، ولو دخلوا 80 متر جوه سور المطار ما فيش حاجه، المطار ما فيهوش اي حاجه. ولا في طيارات بتنزل ولا طيارات بتروح ولا اي حاجه. انما ساب سور المطار لانه بيسقع الارض دي، وراح خد اللي قدامها بقى، اللي هي عمارات الناس الغلابه. في فيديوهات كمان
وخاصه وصلت لنا من سكان عمارات الماظه خلال هدم بيوتهم، هم بيشتكوا فيها من هدم العمارات، غير ان هم رافعين حقيقه قضايا قدام المحاكم زي الفيديوهات اللي كنا زعناها قبل كده دي زعبة. اما دي رساله فوصلت لنا كمان لشكوى اهالي الماظه من الى مساعد وزير الداخليه لحقوق الانسان بسبب تهديدات الحي والمحافظه واسم مصر الجديد لهم عشان يمشوا من بيوتهم. صوره الشكوى اهي، السيد اللواء مساعد وزير القطاع حقوق الانسان، تحيه طيبه مقدمه لسيادتكم امير عبد العزيز لبنى ايه سناء، المقيمين في شارع حسين كامل سليم، ده مش السلطان حسين، أباظة مصر الجديدة، الموضوع الشكوى بخصوص التهديد المباشر من قبل الحي والمحافظة بمساعدة قسم مصر الجديدة بالإخلاء الفوري للملاك بدون اختارنا بأوراق رسمية، مع العلم أننا ملاك للشقق ولنا حصص في الأرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وتم اللجوء للقضاء ولم يتم الفصل في القضية حتى الآن، ومع ذلك لم يتم التعامل بالقانون والدستور أيضا، التعليمات الواضحة من رئيس الجمهورية بمنع الإخلاء الجبري، وعلى العكس يتم التهديدات بالقوة الجبرية وسوء استخدام للسلطة، مع العلم أننا تم اللجوء لجميع الجهات المعنية مثال النجدة ولم يتم الاستجابة لنا، بالعكس تتم التواطؤ من الشرطة مع الحي والمحافظة، مع الشكر. بس هات كده، هات أول الشكوى كده يا بشير. بشير أميرة لبنى آية سناء، أربعة ما همش إخوات، يعني أنا مش شايف إنهم إخوات، إنما الأربعة بنات أو ستات، معلش إيه الفكرة؟ أكيد المنطقة فيها رجالة، ومش بلوم على الرجالة يعني، إنما واضح إنه الناس دي لجأت لحيلة عاطفية، قال لك لما يكتبوها الستات غير لما رجالة تكتبها ممكن تتاخد في الكازوزة ونتشانير. اللي بعده، عشان حق الرد مكفول، وامبارح اتكلمنا عن محمد رمضان، كانت انتشرت صور محمد رمضان مع مجندة إسرائيلية وعرضناها هنا، وقلنا الخبر كان أول تعليق من البنت الإسرائيلية أهو، البنت النهاردة قالت لك يعني قالوا هو تبقى هي اللي نزلت صورك وفضحتك، لو ما تعرفش تبقى عبيط، لو تعرف تبقى خاين وكده. الحقيقة البنت طلعت، البنت طلعت قالت ان انا هو ما كانش يعرف، قالت او بصراحة هو ما كانش يعرف، اهو هي اسمها مايا تقريبا، مايا زخرية، قالت ان انا قبل اخذ الصورة لاحظت محمد رمضان في الشاطئ فطلبت منه صورة لأني محبة له، ولم يرفض ولم يسألنا عن جنسيتنا. وده أنا كان أحد الاحتمالات، أنا قلتها امبارح بصراحة، يعني قلت يعني جايز واحدة معدية شافته وقالت له اتصور، اتصورت معاه، بس أنا الوضع نفسه هو اللي شككني بقى، يعني هات الصورة كده اللي أنا اتكلمت عليها، يعني الوضع نفسه صورته معاه بقى يا علي كده لو سمحت. أنا قلت لا ده مش وضع واحدة معدية، لا الصورة ما لا ده يعني الاولانيه واحده معديه، لكن الثانيه واحده نايمه في حجره، فقلت لا الوضع ده يخلي الواحد يشك، يعني غير ما واحده تعديه، مره كان محمد صلاح على بلاج ولابس المايو بتاعه وقعدت واحده اتصورت معاه هي بالمايو، خلاص الناس قعدت مسكت محمد صلاح، ما واحد قاعد على بلاج واحده قالت له اتصور معاك ونشرت الصوره، يعني لا اتصور انه هو مسؤول قوي يعني يعرف انت مين، لو سمحت روحي البسي عبايه او ازدال ساره وتعالي صوري معاه ممكن، لكن محمد رمضان واخدها في حضنه، يعني اهو الوضع نفسه مش وضع واحده معديه، امال لو معديه لو هتبات يعني كانت هتعمل ايه اكتر من كده. ما علينا، نجيب ساويرس طلع بقى علق تعليق فاضح شويه، قال ايه نجيب ساويرس؟ قال لك يعني الناس اللي زعلانين من محمد رمضان، محمد رمضان عمل له اهو تعليق عليه، اطلع بقى اطلع فوق شويه كمان، قال لك ان اللي زعلانين من صديقي محمد رمضان وتصور مع واحده طلعت اسرائيليه، سؤال يعني معقوله واحده مزه كده تيجي تقول لك ممكن اتصور معاك قول لها لا وريني باسبورك الاول؟ نبي انت رايق يا نجيب، بالله عليك انت رايق، مالك حل. انما وطبعا محمد رمضان علق له فوق، انما مش دي المشكله الوحيده اللي عند محمد رمضان،
محمد رمضان ما تفهمش الامر ما بداوا ينخور وراه، لان في خبر اهو تحقيقات موسعه في مصر حول اموال محمد رمضان، وقالوا ان هو متهرب من الضرايب وعليه 7 مليون جنيه ضرايب. الخبر في تفاصيله مش عايز يطلعها علي، قالوا ان محمد رمضان عليه 7 مليون جنيه ضرايب، وان هو ما عرفش انت مش مركز ليه يا علي. قالوا اهو، وطالت الفنان محمد رمضان اتهامه بالتهرب من دفع مديونيات بلغت 7 مليون جنيه، وذلك منذ عام 17، وتقديم مساندات تخالف الواقع وفقا لوسائل الاعلام. بالمناسبه عايز اقول لك على حاجه، الستات والمخدرات والشهره والمال والضرائب، دول 4 وسائل للدول الديكتاتوريه لاستقطاب اي حد، اي شخص، اي شخص في المجتمع في الدول الديكتاتوريه بيجيبوه بال4 حاجات دول، لازم هيجيبوه. معمر القذافي كان بيعمل كده، زين العابدين كان بيعمل كده، نظام مصر طول تاريخه من ايام عبد الناصر بيعمل كده. الستات، الاموال، المخدرات، الشهرة او الضرايب. لانه ابراهيم عيسى طبعا احنا عارفين بقى ان الضرايب الستات كان في جهاز اسسه صلاح نصر لاستقطاب تجنيد فنانات للايقاع ب ناس يعني، وما كانت معروفة القضية يعني، إدارة الشقق الآمنة وكتير يعني. وأنا أعرف أحد المشايخ في التسعينات في مصر اتجوز عرفي، بعتوا له واحدة حلوة كده، وراجل كان راجل طيب ولا زال راجل طيب يعني، فبعتوا له واحدة لطيفة كده وهي سيدنا والشيخ ومش عارف إيه، المهم يعني رمت عليه عجبته، ده طبيعي يعني، اتجوزها عرفي، راحوا واخدين منه العرفي ده الورقه امن الدوله وقتها حبيب العدلي. خد العرف، مش عارف حبيب العدلي ولا لا، كان حبيب العدلي، ايوه كان حبيب العدلي، ان حبيب العدلي كان رئيس جهاز مباحث امن الدوله. فخدوا الورقه العرفي دي واشاعوا في روزا اليوسف ان هم هيفضحوه، لو ما تلمش وقعد في حته كده هنفضحك. فالراجل لانه متجوز بقى وعنده بيت خاف فسكت، اتلم يعني، انه كان متجوز عرفي يعني ما كانش بيعمل حاجه غلط، او يعني ما كانش قصدي علاقه تانية. الاموال بقى انه نديك اموال زي الصبح وشهره وبتاع. الضرايب سلاح، هقول لك ابراهيم عيسى دخل قناه التحرير بالبوكسر بتاعه، انا بقولها علني، واتحدى ابراهيم عيسى في الكلام ده، وانا شاهد، دخل بالبوكسر ده اذا كان في بوكسر. لما جه المجلس العسكري بقى عشان يفشل قناه الحوار التحرير دي، بعد بقى واحد يشتريها والجو ده، قال لك اصل ابراهيم عيسى شريك فيها. شريك ازاي يا جماعه؟ دفع كام؟ ما دفعش حاجه، ده دخل عمل الجورنال وعمل برنامج وقال لهم ادخل شريك معاكم ونصيبي كذا، خرج بخمسة مليون جنيه. هو ده النصب بقى، هو ده لما الكاتب يبقى نصاب، يبقى ضلالي بقى. دخل ملط خرج بخمسة مليون. أم لما جاء بقى الرئيس مرسي اتفتحت قضية الضرائب، هو بقى كتب في الضرائب انه خرج ب 450 ألف جنيه. فطبعا الضرائب على 450 غير الضرائب على 5 مليون. فاتعملت له قضية ضرائب. لا تعالى يا معلم، ده أنت زي ساويرس. ساويرس كان عليه قضية ضرائب 12 مليون جنيه. سنة 2013 كده الحاجات دي. هذه القضايا لما جه السيسي اسقطها، اسقط قضية ابراهيم عيسى واسقط قضية نجيب ساويرس. محمد رمضان دلوقتي بيدوروا وراه في الضرايب. الضرايب دي بقى قضية مطاطة يا حلو. أنا مش مصدق وراك. البس أو تبقى معانا. فواضح إن محمد رمضان زعل حد، ضايق حد، إنما الموضوع ممكن يتلم في الآخر، والحمد لله طلعت البت اللي كانت نايمة في حضنه، طلع الواد ما يقصدش ولا حاجه، البت كانت معديه، وبعدين الكلب جري وراها وهو كان بيشرب القهوه، فالبت اتخضنت، الكلب اتشنكلت وقعت في حجره والقهوه وقعت عليها فقلعوا ملط. اللي بعده
فاكرين عرضنا كلام مصطفى بكري من يومين هنا لما كان بيقول ان صندوق النقد اشترط خروج الجيش من الاقتصاد عشان القرض الجديد، وقلنا ان دي احسن حاجه او احسن شرط سمعنا بيه عشان الناس تعرف تشتغل في مصر بدل ما الجيش سدد عليهم كل الطرق بالشكل ده. حد فاكر نسمع كده مصطفى بكري؟ وانت زعلان ليه يا مصطفى؟ انت زعلان ليه ان الجيش يخرج؟ كان ابوك لواء؟ مراتك رائد في الجيش؟ حضرتك ناوي تقدم في الحربيه؟ الجيش يخرج من التنميه ومالك زعلان؟ ما عندك امساك ليه يعني؟ ايه المشكله؟ يعني ليك مين في الجيش باكي عليه قوي كده؟ وايه علاقه الجيش بالتنميه؟ وهنا بقى اقول للاخ ابراهيم عيسى الكتاب. ابراهيم، الدوله المدنيه الجيش فيها لا علاقه له بالحياه اطلاقا الا على الحدود. ومش بس كده، عشان الناس بس تعرف، كلمة دولة مدنية تحدد بالمعيار ده، ما مدى سيطرة الجهات المدنية على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الشرطة والجيش. إذا شفت العلاقة ندية يبقى مش دولة مدنية. إذا شفت في سيطرة ورقابة من الجهة المدنية على الأجهزة الأمنية دي دولة مدنية. إذا هنا بقى الجيش أعلى يبقى أنت في دولة عسكرية. أنا قلت لكم إيه ساعتها بقى؟ قلت لكم ما اعتقدش ان الجيش هيخرج من التنميه. حد يسيب الترلملم ده على راي محمود عبد العزيز فيلم الكيف؟ مش كنا احنا بالاولى بالترلملم ده؟ حد يسيب الترلملم بتاع البلد دي ويروح يقعد على الحدود والرمله والتراب والعرق؟ ايه ده؟ بدليل خبر الالبان بتاع اسكندريه اهو، السيسي يستعرض انشاء الجيش مصنع للالبان. ليه؟ من كتر العجول اللي عنده، من كتر الجواميس اللي عنده. انت بتجيب لي تفاصيل ليه؟ انا ماني ولا تفاصيل. ايه بقى الجديد كمان النهارده؟ إذ بيك تصحى الصبح كده تلاقي الخبر ده، السيسي يبحث استصلاح الاراضي مع 5 لواءات في الجيش بغياب حكومي لافت. اعلى بالصوره. لا لا الاول معلش، ايه جو الكوريشه اللي ورا ده؟ لا 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 اقف ده معلش. ايه جو مدام اعتماد اللي ورا ده؟ هم رايحين ياكلوا كيك ويقروا فتحة البنت ولا ايه؟ ايه الستائر اللي ورا دي يا جماعه؟ معلش معلش اللي بعده، معلش اللي اطلع اطلع بقى بالصوره كده من هنا. ادي العساكر قاعدين مع بعض. بحث الرئيس المصري الموقف مشروعات اصلاح الاراضي في منطقه توشكا في اجتماع اقتصر فيه الحضور، ما تقفل الايربيس اللي فوتني ده، على 5 لواءات من الجيش من دون اي تمثيل للمدنيين من اعضاء الحكومه. مين بقى اللي موجودين؟ رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه هشام السويفي، ومساعد المشروعات توشكا محمود فكري، ومدير عام جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه وليد ابو المجد، ورئيس مجلس اداره الشركه الوطنيه للصحراء رنين ولي العين، ورئيس ولي الكرم سالم. كما استعرض السيسي مع ضباط الجيش امكانيه اضافه مساحات جديده للرقعه الزراعيه المستصلحه في منطقه توشكا، وسبل تطوير نظم الري والتي نسمع طبيعتها، وشدد على 5 لواءات. لواءات 5، امال فين الشركات الاهليه؟ فين رجال الاعمال؟ فين شركات الاصلاح في العالم؟ اشمعنى دي اللي الجيش يعني، اشمعنى دي اللي انت ما بعتهاش؟ يعني عمال تبيع في البلد ومجمع التحرير وبتاع، ما تبيع دي. انما 5 لواءات على مستوى الجمهوريه. السيسي يتابع الخبر اللي بعده، يتابع الموقف. نزل بقى وقال لهم قال لهم يعني لا الموضوع كده كبر قوي يا جماعه، و مش بس المشروعات دي، لا اللي حاطط ايده عليها ولا الهيئه ده، السيسي بيتابع كمان حاطط ايده على حاجه ثانيه، مشروعات ثانيه الجيش بيحط ايده عليها اهو. السيسي يوجه الجيش بتطوير شامل لمنطقة شق التعبان بالقاهرة وتزويده بكافة خدمات المرافق لتصبح مدينة صناعية للرخام والجرانيت وتكون صديقة للبيئة. في حاجة تانية؟ مش كفاية كده؟ لا، ده في إنشاء 6 مصانع للبولي إيثيلين واللي بيستخدم بقى في البلاستيك ومجالات البناء وغيرها يعني. أهو السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إيثيلين. يعني السيسي من تحركاته امبارح في اسكندريه والنهارده بيتكلم على شق التعبان وعلى توشكا، عايز يقول حاجتين. اولا رساله
للحرامية بتوع الجيش انه انتوا ما تقلقوش لا صندوق ولا الكلام الفاضي ده، اطمنوا هنشتغل والجيش هيشتغل في كل حته. انا علي بابا والاربعين معقوله يعني؟ وبيصدر دماغه للصندوق. فواضح ان فيه تطمينات للسيسي جات له من المانيا مثلا انهم هيضغطوا على الصندوق يبعد شويه حكايه ان الجيش يخرج من القصه دي. واضح. وهنقعد احنا نتفرج، هنتفرج على القصه دي وعم سيد عمال يغرق وباقي الشعب بيغرق عشان الجنرالات يعملوا بيزنس. ادي كابيتال ايكونوميست بتقول تتوقع انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار 10% بنهايه العام. ده وصل النهارده 19.5 قروش. النهارده انا لسه شايف وانا جاي القناه كان وصل 19.5 قروش. يعني انا قاري الخبر قدامي في تويتر، الجنيه ضرب عدى 19.5 قروش. مواقع النظام قالت لك ايه بقى؟ طالما خربانه خربانه يبقى ان وجع بيت ابوك خد لك منه جانب. مثل انتهازي وقليل اصل واطي. زي في مثل تاني واطي برضه يقول لك ان شفت لعمه كل عشاه، ما انتش ارحم من لعماه. يقول لك قد ايه النفس البشريه فيها كميه سواد. يعني ايه ان وجع بيت ابوك خد لك منه جانب؟ هتعمل ايه بالجانب يعني؟ هيزعل على ابوك اللي تحت البيت. هيقعد يقول لك بقى ان وقالت بقى الناس ازاي تستثمروا في الدولار. بص، اول ما وجع بيت ابوهم اهو بعد تجاوزه 19 جنيه كيف تستثمر اموالك بالدولار في البنوك المصريه؟ انت شايف ان دي خدعه؟ لا، انت شايف ان دي وجع بيت ابوك؟ انا هقول لك بقى دي اخرها ايه. اوعى يا مواطن تعمل الحركه دي. صعد الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليتجاوز الايه؟ ال 19 زي ما انا قلت 19.5 قروش. وتطرح البنوك اوعيه ادخاريه بالدولار للحفاظ على اموال المودعين بالعمله الاجنبيه في مصر، حيث طرح البنك الاهلي شهاده ذهبيه تبدا من وكذا. لا، انا عايز اقول لك ان هو يقول لك تعالى الجنيه الدولار غلب الجنيه، تعالى استثمر عندي. يعني ايه؟ معاك 800,000 جنيه، اوكي عايز تحولهم دولار بسعر النهارده، عايز احولهم لك يا عم وهديك ب 19، مش ب 19 بس، مش ب 19.5، سعر ابن لذينه والدولار طالع في الطالع. يلا هات بقى فلوسك، فيمص فلوسك. انت بقى تحول فلوسك دي لدولارات وتحطها عنده. تعالى بقى قابلني لو خدتهم. تعالى بقى قابلني كده بعد 3 4 شهور الدولار يبقى ب 20 جنيه وانت بقى كسبان جنيه في الدولار. فتروح تقول له بقول لك يا معلم انا مزنوق في قرشين كده وعايز الدولارات اللي عندي. دولارات؟ والمصحف يطلع من بعدي، انا عندي دولارات. انا يا تخش دور على الدولارات، انا عندي دولارات. عنديش والله دولارات. او اكتب لي ورقه انت عايزهم ليه؟ عايز تصدر وتستورد وبتاع، اكتب هات لي ورقه ويمرمرك عشان يعني اللي بعده. انا عايز اقول لك طالما عندك عاصمه اداريه وطالما عندك برج ايقوني وطالما عندك مدينه العالمين الجديده، خلي قلبك حديد وانت بتسمع الاخبار دي. فوت في الصخر، عاند، احنا شباب الثوره. المواطن المصري الغلبان اللي زي عم سيد انسى بقى، انسى انسى، لانك انت هتعاني يا عم سيد. انما اللي فرحان بالعاصمه الاداريه والبرج الايقوني، خش بقى، خش عليا، خش كده. اسعار كل المواد الغذائيه في ارتفاع، خصوصا بعد ما سعر طن العلف ارتفع من يومين الى رقم قياسي غير مسبوق. الخبر في البورصه اهو، جريده البورصه تطبع وتنشر وتقرا في مصر. أسعار الأعلاف تسجل مستوى تاريخيا جديدا عند 13,000 جنيه. هتقول لي مالي أنا ومال العلف يا أبوي؟ إحنا بناكل علف؟ لا، إحنا بناكل بهايم اللي بتاكل العلف. عشان ما تبقاش غبي بقى وتحنجر معايا كده، أنت ما بتاكلش علف. أنت المفروض بتاكل البهايم اللي بتاكل العلف. بس أنت بالمستوى ده يبقى بتاكل علف. لو هتسأل تقول لي وأنا مالي ومال العلف؟ لا، يبقى أنت العلف أحسن لك، يعني ما تعطلنيش. بيقول لك اهو قفزت اسعار خامات تصنيع الاعلاف خلال الاخيره بوتيره غير مسبوقه لضغط على اسعار المنتج، ووصل طن اليوم الى 13,000 جنيه. قال ياسر النجار تاجر اعلاف ان اسعار الذره الصفراء ارتفعت الى 9200 جنيه للطن مقابل سنه 7150. يا لهوي، يعني كان ب 7150 الاسبوع اللي فات، الاسبوع ده بقى ب 9200.
وارتفع سعر الطن من كزب الصويا الى 13000 جنيه كان يعني ارتفع الاسبوع عن الاسبوع اللي فات 1000 جنيه. طيب طبعا كل المنتجات المتصله بالاعلاف سعرها هيرفع وهتبتدي تشتغل بقى زي اللحوم والدواجن والبيض. الاخبار اللي بتقول مش انا اللي بقول، شعبه القصابين يعني الجزارين توقعات بارتفاع اسعار اللحوم 5% بعد زياده الاعلاف. قابل بقى يا بتاع البرج الايقوني، قابل يا بتاع البرج الايقوني يا متكيف. البيض، ارتفاع في اسعار البيض الايام القادمه ولا نعرف السبب، لينا نفس السبب ليه؟ ده قال لك، انا شفت الخبر النهارده حرق دمي، قال لك على فكره اتعادل كده، مصر مش من اغلى دول في العالم في 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 في, في سعر البيض، تحمد ربنا. ده في دول البيض غالي جدا عندها، يعني ايه انا مالي انا؟ انا مالي وانا عايش فين؟ انا ماليش علاقه بالقصه دي. اهو ارتفاع جديد بس المره دي قال لك لا نعرف السبب. انا عايز خالد منتصر وشراشيح العلمانيه يقولوا لي هل في دوله، هل في دوله تقول الخبر ده؟ ما نعرفش السبب. احنا لو قلنا ربنا كتب علينا الصيام رمضان ليه ما نعرفش السبب، يقول لك بيعبدوا كده ناس ماشيه. طب اديكم انتم ما تعرفوش سبب ارتفاع البيض ايه. في دوله في العالم عندها خبراء ووزاره ومجلس تسعير وغرف تجاريه ومزارعين ومربيين، وبعدين يجي يرفع يقول لك اصل والله ما اعرف، مصحف الشريف ما اعرف سبب ارتفاع البيض ايه. يا ريتها وقفت على كده. ده الخضار كمان جاي بقى، قابل بقى ارتفاع البرج الايقوني الخضار بقى، ارتفاع اسعار الطماطم والبطاطس بسوق العبور اليوم. في حاجه تانية، الناس بتصرخ وبقت تكلم نفسها من الاسعار المولعه، وكتير منهم بيبعتوا لنا رسائل بيشتكوا فيها من انهم ما بقوش قادرين يعيشوا ولا يعيشوا ولادهم بسبب الاسعار المجنونه في كل حاجه. ده مواطن طلع يشتكي ويقول للسيسي اتدخل نزل الاسعار عشان الطبقه المتوسطه اتطحنت، كفايه مشروعات. بس ما تقولش كفايه مشروعات يا مواطن، عشان في مواطن تاني مبسوط بالعاصمه الاداريه وبالعالمين وبالبرج الايقوني. اسمع المواطن ده، والله العظيم انت راجل بتتكلم صح، بناء المواطن اهم من بناء الكباري، اهم من بناء عاصمه في الصحراء. المدن لو ما فيهاش ناس ملهاش لازمه. انتوا بتفصلوا المواطن عن بلده، بتكرهوه في بلده، بتكرهوه في المشروعات. الشاب اللي بيتكلم ده سنه لم يتجاوز الـ40، بيتكلم بحرقة، بيقول له بناء المواطن أهم، ودي أول قاعدة في الدنيا. اسألوا المعماريين الكبار، اسألوا الناس اللي بتفهم، بناء المواطن أهم من بناء من المبنى نفسه. المباني بتروح أوروبا كلها، أوروبا خمس سنين في الحرب العالمية الثانية اتدكت. لندن دي كانت خرابة، بس العالم اتبنى بعد كده. المدن بتضيع وترجع، انما المواطن المبنى ده اهم بكتير جدا من كل المشاريع اللي انت عملتها يا سيسي. وما تقوليش عاملها للمواطن، انت عاملها لفئه للمواطنين، لكن المواطنين اللي زي دول السواد الاعظم هم بره اللعبه دي. اللي بعده، لامر ما الست نانسي بيلوسي خدت بعضها وراحت رايحه تايوان. ايه اللي وداكي تايوان يا ست انت؟ لكن يبدو ان هذه الزياره جعلت العالم كله على مشارف حرب جديده بسبب التوتر اللي حاصل بين امريكا والصين. الصين بتعتبر ان تايوان دي جزء منها، من الاراضي الصينيه. ومن 25 سنه مفيش مسؤول امريكي نزل في زياره رسميه الى تايوان. فجاه رئيسه الكونغرس الامريكي نانسي بيلوسي او بيلوسي نزلت اخر الطياره ووفد كبير جدا، ووصلت قبل قليل إلى تايوان. مين بقى زعل؟ الصين بقى خربت الدنيا. مش بس كده، هات بقى الفيديو كده بتاع وصول الست بيلوسي. وصلت نانسي بيلوسي وصلت إلى تايوان.
في وفد كبير. طلعت الصين احتجت وعملت بقى حاجة تانية. الصين طلعت طياراتها اخترقت المجال الجوي لتايوان وقالت لا سندفن كل المعتدين. الصين تنشر فيديو لاستعداد الجيش بالقرب من تايوان وتحذر من زيارة بيلوسي وأمريكا تعاق. أمريكا قالت احنا ملناش دعوة، احنا ملناش علاقة بالموضوع يا جماعة، احنا دولة عندنا سلطة تنفيذية متمثل فيها الرئيس وعندنا سلطة تشريعية بتاعت ملناش دعوة بيها. يعني بيلوسي ملهاش علاقة بالرئيس بايدن. لما راحت ونزلت الصين قالت لك لا، طلع وزير الدفاع الصيني قال ايه بقى؟ اسمع ده حضرات الدنيا ولعة. والحقيقة الصين قامت بعمل مناورات عسكرية ونشرت الأسلحة بتاعتها على الحدود مع تايوان، واخترق كما تدعي تايوان اخترقت طائرات عسكرية 5 طائرات. أهو بتقولك الصين سنبدأ عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان. الصين بتقول لا ما ينفعش كده، وتايوان قالت أن هناك 5 طائرات عسكرية اخترقت الحدود أو المجال الجوي التايواني. أمريكا قالت لا، إنما زي توماس فريدمان قال زيارة بيلوسي لتايوان تهور تام ولا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك. حدش عارف إيه السر يعني، إنما الدنيا قايمة وقد تصل إلى مشاكل وربما تصل لحرب، وزي ما شايفين حرب بين روسيا وأوكرانيا اللي مش عايز تخلص، أيضا ممكن نرى حرب بين الصين وتايوان على خلفية زيارة نانسي بيلوسي. كان عندي خبر أخير وهو أزمة في جامعة أسوان بسبب تعيين طالبة ترتيبها 13 على الدفعة، تم تعيينها معيدة في جامعة أسوان، مع أن مجلس الكلية التربية بتاعة أسوان اجتمع وأقر أن البنت دي ملهاش وجود وأنه احنا خدنا الأول بس. بس لما ورق التعيين راح إلى الجامعة، الجامعة عينت البنت رقم 13. والخبر في القاهرة بيقول أزمة في جامعة أسوان بسبب تعيين طالبة ترتيبها 13 على الدفعة، ومصدر هي أبوها كان بيشتغل مسؤول سابق في الجامعة وهي ما كناش عايزين نعينها، وهو بيقول مجلس الكلية اجتمع ورفضوا تعيينها عشان ترتيبها 13، وإن هي ابنة مسؤول سابق بالجامعة وإنه مش محتاجين معيدين. لكن اطلع بقى، اطلع كمان، اطلع كمان. لكن لما راح الموضوع لإدارة الجامعة اطلع هتلاقي رقم 13. اطلع يا علي، مالك يا علي؟ 13 يا علي، 13 13 يا علي، رقم 13 تم تعيينها اهي في معيدة في كلية التربية جامعة أسوان. فمجلس الكلية اللي عاونها، وقيل إن أبوها هو مسؤول سابق في الجامعة. آخر خبر زي النهاردة كان دخول القوات العراقية للكويت في 2 أغسطس سنة 1990، ودي كانت بداية خراب المنطقة العربية وبداية عهد يعني جديد بنجم الآن ثماره. دخول القوات العراقية إلى الأراضي الكويتية كانت دي بداية انقسام وانشطار الأمة العربية إلى أهو الفيديو أهو. دي كانت بداية الانشقاق، وكانت بداية على فكرة سقوط الخطاب الديني، لأنه كانت هناك أصوات دينية في العراق تؤيد ما فعله صدام بالأدلة والبراهين والأحاديث، وكانت هناك على منابر البلاد الأخرى زي مصر مثلا وقف أحمد عمر هاشم ليخطب في البرلمان المصري خطبة عصماء يدخل بها تاريخ النفاق العالمي، يؤيد ضرب القوات العراقية فأصبحنا أمام، وبقى العلمانيين يضحكوا على علينا بقى، يقولك بص هنا بنفس النص والحاجات بيأيدوا صدام، هنا بنفس النص والأحاديث ضد صدام. فكانت 2 أغسطس ده أنا طبعا حضرته يعني، وحضرت دعاياته ورصدتها. 2 أغسطس ده كان بداية انهيار أكذوبة إنه نحن أمة عربية وعلم واحد يجمعنا في طريق المجد خطى والحاجات دي.
كانت انهيار للقصة دي، كانت انهيار لكل التحالفات العربية اللي اتعملت من سنة حاجة واربعين بعد تأسيس ما يسمى بجامعة الدول العربية، الله يرحمها ويحسن إليها، ولا نذكر لها غير كل خير، لأنه يعني لا تجوز الشتيمة في الميت، وهي أصلا ميتة يعني جامعة الدول العربية. ف 2 أغسطس أول مرة دولة عربية تعتدي بهذا الشكل على دولة عربية أخرى. كان في مناوشات بين دول وبعضها يعني، مناوشات صغيرة كده، لكن ده جيش كامل دخل دولة تانية وانت كعربي واقف تتفرج، ايه بقى؟ انت مع صدام؟ تبقى انت خاين وبتكره الكويت؟ انت مع الكويت؟ صدام الزعيم اللي هيعمل مش يا جماعة بس بالراحة شوية. كانت بداية بقى تقدر تقول كده دخول العقل العربي إلى المفرمة، إلى الخلاط بقى على كل المستويات. على أي حال كانت ذكرى سيئة. خلينا نطلع فاصل ونروح لصوت أقواس. أهلا بكم في صوت أقواس. في الأول خلينا نفتكر مع بعض وسائل التواصل اللي بنكلم بعض عليها في الفقرة دي يعني، وهي فقرة صوتك واصل على كل المنصات اللي ممكن تبعتوا عليها شكوتكم. هتظهر على الشاشة دلوقتي، ما أعرفش ما ظهرتش لحد دلوقتي يعني. المهم لأمر ما يعني، هي دي هي دي. في رسالة وصلتنا من مواطن، كنا في حلقة اتكلمنا عن عمارة، في قاضي في العمارة دي منع السكان انهم ينزلوا او يخرجوا، وجايب بلطجية ومنع ان السكان يخرجوا لانه عنده مشكلة مع ساكن تاني. ففي رسالة وصلتنا من مواطن على صلة بالقاضي اللي عرضنا المشكلة بتاعته. المواطن ده اللي على صلة بالقاضي بيطالبنا بحقه في الرد عشان ينفي الاتهامات التي ذكرت في الرسالة اللي قلناها هنا في الفقرة دي. نفكركم الأول باللي قلناه عشان المواطن ده حقه أن يرد علينا، مش علينا، على الرسالة. شوف كده الأول دول إيه يعني، ده قاضي بقى جديد أهو؟ لا أعرض الصورة، بتعرضنيش أنا، أنا مال أنا. ده القاضي يا حضرات اللي عامل إرهاب لسكان أحد العمارات في القليوبية في بنها. طيب احنا دي الرسالة، هو بس الجزء اللي تعرض في الحلقة ده يعني، يعني بصراحة سخيف، وكأن أنا في مشكلة شخصية بيني وبين القاضي، فأنا عايز يعني أعرف مين اللي قطع الجزء كده من الفريق بتاعنا، لان ده مش طريقه قطع، وكان انا اللي على، انا عندي خصومه مع القاضي ده. يا اخي الله يكرمك، انا بكلم الاعداد، ده رساله وصلتني بتقول ان القاضي ده اللي كان في الصوره هو اللي قاطع الطريق عن الناس اللي في العماره انها تنزل، وجايب بلطجيه وصوروا له الصوره دي وقال ده القاضي، وقالوا ده القاضي كده يتقطع كده منطق، انما اللي اتقال ده مش منطق. ما علينا يعني، ده كان مضمون الرسالة. في بقى مواطن على صلة بالقاضي ده بيقول ليه حق التعقيب. شوف بقى المواطن بقى المحترم، شوف الفرق بين الأخ بتاع الإعداد اللي قطع الجزء ده والمواطن المحترم اللي بيرد عليا. بيقول لي بقى المواطن المحترم اللي بيرد عليا اللي على صلة بالقاضي، يعني أنا وهو وجهتين نظر مختلفين مع بعض، بس بص الاحترام. بيقولي مع محمد من القليوبية، لي تعقيب على رسالة إحدى السيدات من سيدات بنها التي اتهمت القاضي. بس وقف هنا بقى، حلو قوي، شوف الراجل باحترامه، تعقيب مش عليا أنا مش طرف في الموضوع، دي رسالة جاتني من سيدة من بنها بتتهم هذا القاضي بانه على خصوم. الجزء اللي اتعرض مش كده، بعد الفقره دي في البريك هعرف مين اللي قطع، نلف له ايده في جبس اللي قطع الجزء ده، ما علينا. بيقولي بقى الاخ محمد، بيقول لي تعقيب على رساله احدى السيدات بنها التي اتهمت القاضي الصحفي محمد السعدني
توجد بينه وبين القاضي خلاف وليس السيدة. الصحفي قام بالتشهير بالقاضي وأنشأ بعض الأكونتات الفيك لسب وقصف القاضي، واستمر الوضع سنة. وتوجه القاضي لمباحث الإنترنت، وبتعقب الفاعل وصلوا للصحفي وأخوه اللي استخدم أرقامهم وأرقام زوجاتهم وأولادهم في إنشاء هذه الأكونتات الحسابات يعني. وبعد تحرير المحاضر والعثور على الصحفي، قام القاضي بمقاضاته وأخذ عليه حكم سنتين وغلق موقعه الإعلامي، وأنا أثق أنك ستعرض كلمة الحق. ده كلام الأخ محمد في الرد على الرسالة اللي بعتتها واحدة سيدة من بنها، قالت إن في قاضي على خلاف مع حد في العمارة فجاب بلطجية منعنا من النزول. واحد اسمه محمد من نفس المكان من القليوبية، لأن بنها قليوبية، قال إنه لأ الموضوع مش كده، الموضوع إن الصحفي محمد السعداني في خلاف بينه وبين القاضي، مش الخلاف بين القاضي وبين الست. الصحفي قام بالتشهير بالقاضي وأنشأ بعض الأكونتات الحسابات المزورة لسب وقصف القاضي، واستمر الوضع سنة. وتوجه القاضي لمباحث الإنترنت، ومباحث الإنترنت تعقبت الحسابات دي، فوصلوا للصحفي والأخوه اللي استخدم أرقامهم وأرقام زوجاتهم وأولادهم في إنه ينشئ حسابات مزورة. وبعد تحرير المحاضر والعثور، قام القاضي بمقاضاته وأخذ عليه حكم سنتين وغلق موقعه الإعلامي، وأنا أثق أنك ستعرض كلمة الحق. أخ محمد كل الشكر والتقدير لحضرتك، لكن أخ محمد عشان يعرض كلامه بمنطق أو بوثائق بعد صورة الحكم. أعرض بقى صورة الحكم كده، الله يخليك. أهو أنا مش شايف حاجة طبعا، لأن أنا مش زرقاء اليمامة عشان أشوف الحكم بعيد. محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الرابعة الابتدائية بجلسة الجنح المنعقدة علنا بسرايا المحكمة رقم 26/5/22، الأستاذ هاني ياسين رئيس المحكمة، الأستاذ أحمد عبد الحليم رئيس المحكمة، الأستاذ أحمد شرف، الأستاذ. صدر الحكم الآتي في القضية رقم 1281 لسنة 2021 جنح طنطا، أحمد صلاح الدين عبد العزيز السعدني كفر منصور مركز كفر شكر أليوبية، مش عارف مين برضو تاني العزيز أحمد صلاح، هو في مشكلة في البتاع هنا بيطير لي سطر. وفي الدعوة المدنية من محمود محمد صلاح الدين عبد الفتاح كفر منصور مركز كفر شكر إلى آخره، يعني إلى آخره. وغرامة، أبص أنا جاي عندي بغرامة 100,000 جنيه بس، 10,000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. يا جماعة أنا عندي مشكلة في الصورة كده، أنا في سطور ضايعة. طب اطلع كده تاني وريني بقى الحكم ده آخره مين؟ مين اللي ماضي عليه؟ اطلع بقى كده وريني مين اللي ماضي عليه؟ لا أنا عايز أعرف مين اللي ماضي على الورقة دي. اعرض الورقة بأي صورة، ما تعرضهاش بالطريقة دي. لا لا معلش اعرضها كده، اعرضها عبيطة كده هبلة من غير ما تعمل الهندسة دي يعني. بقول لك يا أستاذ محمد من القليوبية، أنا أول مرة أشوف حكم محكمة بيتكتب فيه أسماء القضاة مسبوقا بلقب أستاذ. ما أنا مستغرب، مش بشكك في ورقك خالص. يا عم اطلع فوق، يا عم اطلع فوق بقى أنت، بس أنت هتخليني أسيب الحلقة وأمشي. أيوة هنا بجلسة الجنح المنعقدة طنطا بسرايا المحكمة، الأستاذ مهاني رئيس محكمة يتقال له أستاذ؟ ثلاثة رؤساء محكمة يتقال لهم الأستاذ؟ وبعدين عبد الستار إمام بقى سيد وكيل نيابة زيه زي أمين سر المحكمة باسم الشعب. وطبعا أنا مش بشكك في الورقة يا أستاذ محمد أبدا، بس يعني أنا مستغرب إني ورقة محكمة رسمي يسبق اسم رئيس المحكمة ليس قاضي ولا المستشار أستاذ. أول مرة أشوف حكم كده. بس أنت على أي حال أنا عرضت القضية رسالتك، وده حقك طبعا إن احنا نعرض وجهة نظرك المخالفة لرسالة السيدة
والست ما قالتش حاجه مخالفه قوي. الست انت وهي زي بعض بتقولوا حاجه واحده. الست ما قالتش انا عندي مشكله مع القاضي، قالت ده في واحد في العماره عنده مشكله مع القاضي فعشان كده هو قافل العماره علينا. انت يا استاذ محمد دلوقتي قلت لي لا هو ما عندوش مشكله معاها هي، لكن عنده مشكله مع حد في العماره اللي هو انت سميته هنا محمد السعداني، اللي هو الحكم بجاي عليه كده بغرامه 10,000 جنيه. انا مصدقك، بس الست ما قالتش حاجه بعيده. السؤال بقى دلوقتي، هل صحيح الجزء الثاني اللي ادعته السيده من ان هذا القاضي على خلفيه خلافاته مع هذا الصحفي اللي ساكن في العماره قفل العماره على الناس؟ انت ما قلتليش دي حقيقه ولا لا، بس انما كلامك فيه شيء من الخطوره، ان احنا بقينا نستغل ولادنا وزوجاتنا ولاد عمنا نعمل حسابات مزوره ونشهر بحد. دي كارثه، يعني دي كارثه، يعني اخلاق المجتمع باظت والله العظيم. اخلاق المجتمع انتهت، اخلاق المجتمع ضاعت. ورقه رسمه اهي عليها شعار الجمهوريه. انا عايز حد من الساده المحامين يقول لي الورقه دي ازاي اتكتب على اسم القاضي الاستاذ هاني محمد ياسين رئيس محكمه، الاستاذ احمد عبد الحليم عبد الرحيم رئيس محكمه، الاستاذ احمد، مفيش كده، انا عمري ما شفت كده في حياتي. يتقال القاضي فلان الفلاني او المستشار هاني محمد ياسين رئيس المحكمه، المستشار احمد، يعني حتى ورق المحاكم باظ. استاذ ايه؟ هو بيدي عربي؟ هو مدرس رياضه؟ ده قاضي شغلته قاضي، يعني المحامي يتكتب تحته الاستاذ فلان مش المحامي فلان. على اي حال انا عرضت وجهه نظرك، بس انت ما قلتليش برضه يا محمد، هل صحيح ان هذا القاضي اغلق العماره ومنع الناس من الخروج وقعد تحت العماره ومنام بس؟ لكن عرضت عليك من دي. الرساله الثانيه من عامل في الشركه الشرقيه للدخان الكائنه فوق نفق الهرم عند الجولي فيل كده عند السيدي نصر الدين، بيقول ان بيتباع 70% من حصه شركه الشرقيه للدخان لفيليب موريس. شركه فيليب موريس دي هي اللي بتنتج المارلبور وكل السجائر الاجنبيه. بيقول نتيجه ده تم تصفيه 4,000 عامل بالشركه. صبحي بيقول يا ريت تفتحوا ملف مهزله بيع الشرقيه للدخان. هو بيقول كده، ما حدث كارثه وفساد اقتصادي بكل المقاييس. الشركه تخلت عن 70% من حصتها لفيليب موريس، وتم تصفيه 4,000 عامل معاش مبكر ومكافئات لاعضاء مجلس الاداره بالملايين. الشركه تكتفي بانتاج الاصناف الشعبيه ماركه كليوباترا في اكبر عمليه بيع لشركه مصريه، والتي يعادل دخلها دخل قناه السويس والاقتصاد المصري الخلف دور والبرلمان خارج الخدمه ونايم في العسل. لما دورت وزمايلي لما دوروا لقيت خبر في 2017 في رويترز، قدام الخبر اهو بيقول فيليب موريس سددت 100 مليون دولار للشركه المصريه الشرقيه للدخان. الخبر ده في رويترز في 2017 قدامي. لا لا لا، رويترز. وان احمد الشرقاوي مدير العلاقات العامه العلاقات الحكوميه في شركه فيليب موريس لصناعه التبغ قال ان الشركه سددت للشرقيه للدخان 100 مليون دولار في نهاية يونيو 2017. لما دور فريق الإعداد لقوا خبر في 2019 إنه بعد بيع الشرقية للدخان هل تسمح الدولة بإنهاء احتكار صناعة السجائر؟ ده في 2019، لكن الخبر اللي قدامي دلوقتي على الكمبيوتر بيتكلم في رويترز إن فيليب موريس سددت 100 مليون دولار للشرقية للدخان. يعني غريبة قوي، فيليب موريس أخذ شركة الدخان ب 100 مليون دولار بس؟ ده صرح يطلعك من الناحية التانية على فيصل، يعني تطلع من شارع من نفق نصر الدين اللي هو أول الهرم تفضل ماشي الناحية التانية لحد فيصل
واخد كده لحد اول ميدان الجيزه يعني بعد سينما الفانتازيو كده قدامها الناحيه الثانيه يعني بصرح عظيم صرح كبير يعني هو ده فيليب موريس تسدد 100 مليون دولار لاشتراء الدخان هذا الشهر ده اللي قالوه في رويترز استرن كامباني التي تحتكر صناعه السجاير في مصر واضاف الشرقاوي للصحفيين خلال حفل سحور كمان المهم يعني لما دورنا كمان لقينا فيليب موريس بقت تنافس الشركه الشرقيه بعد ما انفردت الشركه في شهر يونيو اللي فات بالحصول على رخصه يعني فيليب موريس بتصنع الميريت والمارلبور يعني شويه انواع اجنبيه كده ان كانت شركه لوحدها ف بعد ما طيارت الشرقيه الدخان بدات تنتج كمان اخذت رخصه لصناعه السجائر المصريه او اللي بتطرح في مصر يعني الخبر اهو فيليب موريس تنفرد بمنافسه الشرقيه الدخان في على صناعه السجائر المصريه وفي اول ودي يعني اول بقى يعني في مصر اول شركه خاصه من 100 سنه بتنافس ما فيش 100 سنه ولا حاجه ده عنوان غلط على فكرة أو ده عنوان غلط القاهرة أول شركة خاصة من 100 عام متحدة تبدأ إنتاج السجائر في مصر ده غلط مش حقيقي تاريخيا صناعة السجائر في مصر قبل ما يتأمم كان بتتصنع تحت السلم كمان كان في شركات تحت السلم يعني وهو مصر كان الناس لقى تدخن ده ما الناس ما كانتش لقى تدخن ده اللي كان بيمشي بعلبة سجائر كان بيبقى بيه يعني والممثلين يطلعوا في الافلام بيشربوا سجاير عشان يبين ان هو يعني غني معاه فلوس لا كان في شركات كتير جدا اهو ودي خبر الدولار يشعل ازمه بين فيليب موريس الامريكيه والمصريه مش عارف ليه وبعدين كان في الشركه كان عليها ديون تقدر ب 50 مليون دولار وهنا الخبر بيتكلم على المشكله دي اذا في زي الرساله ما بتقول بتاع الاخ صبحي إن في 4000 عامل تم تصفيتهم من الشركة الشرقية لصناعة الدخان في الجيزة 4000 عامل أنا بقرا معاش مبكر ومكافآت لأعضاء مجلس إدارة والشركة تكتفي بإنتاج الأصناف الشعبية ماركة كيلوباترا في أكبر عملية لبيع الشركة المصرية والتي يعادل دخلها داخل قناة السويس وطبعا البرلمان نايم والدولة نايمة وكله نايم وانا عرضت رسالتك يا اخو صبحي. طيب الرساله اللي جايه سباك الصناعيه بيبيعوا خضار ومش عارفين يصرفوا على اولادهم بيشتكوا فيها من تدهور حال الصناعيه. الرساله اللي جايه كده يعني رساله مؤلمه جدا وصلتنا من مواطن بيشتغل سباك. لما السيسي وقف البنى فهو راح يدور على سبوبه في حته تانية يعني مسلم من الجيزه بيقول ارجوك اتكلم على وقف المباني المعمار حالته يرثى لها اعرف صناعيه كتير سابوا المعمار وبيبيعوا خضار من قله الشغل واللي يجيب توك توك قسط ويتورط من قله الدفع وبعدين يتحبس الحال لا يبشر بخير بكلمك بعد ما اتخنقنا انا سباك ايدي تتلفف حرير والله ما بعرف اكمل مصاريف اسبوع للبيت بعد ما كنت شغال وبكسب الحال اتدهور خالص وما عارفين نربي ولادنا رحت اشتغل في مساكن السيسي الجديده بيحسبوا الشقه ب 300 جنيه مصنعيه ولو مش عاجبك روح ما فيش شغل لانهم عارفين ان البلد واقفه وما فيهاش شغل انت عارف الراجل ده بيتكلم باسم كام واحد 12 مليون أسرة الراجل ده بيتكلم بلسان حال 12 مليون أسرة شغالين في الإنشاءات والبناء والمعمار مش الرقم مش من عندي عشان ما حدش يقول لي انت بتهبد الرقم اهو وقف البناء في مصر شبح المجهول يطارد 12 مليون أسرة هات التفاصيل هات الله يكرمك هات التفاصيل الله يكرمك المهم يعني 12 مليون اسره في مهب الريح يا عم هات التفاصيل وخلاص شفت حاجه انا صحيفه الاخبار المصريه المموله من الحكومه نشرت في تحقيق لها
عن تداعيات قرارات وقف ترخيص البناء أنها ستؤثر على الملايين العمالة غير المنتظمة التي تمثل أكثر من 40% من العاملين في سوق العمل البالغ عددهم 30 مليون بحسب أحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ده فيلم بقى محزن جدا وصل لنا من مشاهد تاني، يعني مواطن برضو بيشتكي من قلة الشغل وبيقول للسيسي ليه قفلت علينا أبواب الحلال. شوف كده، أنا بس عايز أقول للصنايعي ده مسلم، هو بيقول أنا سباك وإيدي تلف في حرير، عايز أقول له مسلم أن مصر طول تاريخها، سيبك من مثقفين ورفع التهطاو والجو على جنب، إنما مصر كانت موطن للصناعية والبنائين اللي زيك كده، اللي بنوا آيات في العمارة المصرية عبر تاريخها. ولو استعرضت تاريخ مصر من أول الهرم لحد مصطفى باشا فهمي اللي عمل القبة السماوية، حتى علي رأفت الله يرحمه المهندس علي رأفت، حتى المهندس سيد كرايم، وطبعا مرورا بحسن فتحي ورمسيس ويصا واصف المعماري، عايز اقول لك ان مصر كانت تمتاز بالمهندسين النابغين جدا والمعماريين اللي كانوا بيتخطفوا مننا. فمع الاسف يعني انت سليل اجداد اتفرج على عمارات مصر في كل عصور عشان تعرف يا مسلم ان انت مش بس واحد كده مجرد سباك او بناي او بتاع محارة. الايات المعمارية اللي موجودة في مصر في تاريخها كله واللي موجود منها بعضها دلوقتي بتشهد ان انت والصنايعي المصري كانوا فخر لمصر. بس للأسف احنا جاء علينا ناس مش عارفة قيمة البني ادمين اصلا. اللي بعده، طيب انا بس عشان الوقت بيجري مني، انا في رسالة لازم اقولها من لانها من المنيا، والمنيا دي على رأي الاستاذة نعمات احمد فؤاد رحمة الله عليها، كانت تقول لي المنيا دي كحل عيني، تعبير في منتهى الجمال. فانا المنيا ليها عندي يعني شايلها في قلبي معزة خاصة جدا. فهو بيقول بعد اذنك نتكلم عن ترعة في قرية علي باشا فهمي مركز مغاغة المنيا، الزبالة بتترمي فيها مسببة أمراض وريحة مقرفة، وكل ما نشتكي المجلس لا حياء من تنادي. كل الترعة اللي في القرى حوالينا اتردمت، وإحنا قرية صغيرة تعدادها 5000 فرد، محدش سائل فينا. دي الترعة المتبقية الوحيدة التي لم يتم تغطيتها، وتم تغطية 99 متر فقط من 6 سنوات بتكلفة 27,000 جنيه، ووقفوا التغطية، ولو في ضمير الفلوس كانت خلصت الترعة كلها. بعت لنا خليل صور لهذه الترعة فلازم نعرضها. معلش يا جماعة نعرض صور الترعة، دي صور الترعة كما أو الصور اللي بيعرضها علينا الأخ اللي بعتها لنا. لو في صوت تعرض الصوت. علي باشا فهمي ده أول جيل في مصر رأس مالي، لما محمد علي جه كان يملك مصر كلها وبقى هو اللي بيزرع وبيصنع وبيعمل كل حاجه. لكن لما جه سعيد الوالي سعيد بدا يوزع اراضي من اراضي الدايره السنيه اللي هي محمد علي على المصريين يستصلحوها. كان علي باشا فهمي كان واحد من المصريين اللي اشتغلوا مع الانجليز في الري، وكان شاطر شويه فاشترى اراضي استصلحها، ووصلت بيه الحال إلى أنه كان يملك 11,000 فدان في المنيا تقريبا. وبعدين كان بيشتغل 24 ساعة في 24 ساعة، مات وخلف 3 بنات وعيل اسمه علي فهمي برضو، والعيل كان صغير وقاصر، فالواد استنى لما يكبر وحطوا عليه مجلس حاسبي. المهم الواد كبر بقى فلاتي، اتعرف عن طريق بعض الناس أصدقاء السوق على شارع كولوت بي وبيوت الدعارة، وبدأ يتلم من بيت لبيت لحد ما بقى يقعد في الفراندا بتاعت فندق اللي هو في العتبة ده اسمه ايه؟ لا اللي اتحرق شبرد.
يقعد في فرندا. كان بقى البنات الخواجات ينزلوا يقعدوا في شبر دي يصطادوا العيال دي، عيال اغنياء ما يعرفوش حاجه عن الحضاره وعايزين يتجوزوا خواجات. فاصطادته بنت اسمها مارجريت وشغلت عقله اتجوزها وضربته بالرصاص في الاوتيل، وكانت جريمه هزت ضمير العالم كله، مقتل علي فهمي. انا هطلع فاصل بقى ونروح الى ترند. اهلا بكم في فقرة ترند. سنها مش كبير قوي، حوالي 25 سنة، بس قطعت مشوار فني سريع كمغنية وملحنة وعازفة فلوت. ويمكن التفسير ده تفسير للصعود الفنانة البرغوثي ابنة الضفة الغربية، انها كانت من أسرة فنية لان امها كانت مغنية في فرقة، او يمكن لانها هي نفسها الفنانة درست موسيقى الجاز زي كده من أيام ما نشرت على صفحتها إنها هتحيي حفل على المسرح الروماني. هذه الفنانة الفلسطينية كتبت على صفحتها كده: نايل برغوثي، أعلان جديد، عرضنا التاني في مصر راح يكون على المسرح الروماني في اسكندرية يوم 6 أغسطس، كونوا معنا. دي نايل برغوثي، دي نايل برغوثي. واتنشر البوستر ده: المهرجان الصيفي للموسيقى كوم الدكة الأسكندرية، المسرح الروماني السبت 6 أغسطس 8 مساء، الأوركسترا بقيادة أحمد أشرف. ناي البرغوثي سنها ما جابش 25 سنة، درست الجاز، أمها كانت مغنية، هي عازفة فلوت واشتهرت جدا، ونزلت البوستر ده وجاية اسكندرية. هوبا، النهاردة نشرت نفس الفنانة إنها اتمنعت قبل 4 أيام من الحفلة، وكتبت على صفحتها إن حفلتها اتأجلت إلى أجل غير محدد بعد منعها في مطار القاهرة من الدخول. ده اللي كتبته نايل برغوثي. كتبت بالظبط تقول: أحبائي في مصر أم الدنيا، كما قرأتم قررت دار الأوبرا في مصر تأجيل حفلتي في القاهرة والأسكندرية إلى موعد غير محدد بعد، وهذا بعد منعي في مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا أعرفها حتى الآن. ورغم محاولاتي وبعد 8 ساعات انتظار صدمت، حزنت، وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة، أهمها الفقدان. كفنانة فلسطينية تربيت على قيم الصعود والصمود والكرامة، أرفض التنازل عن الأمل بدعمكم أو بدعمكن الجميل وبقوة وعمق رسالتي الفنية والإنسانية، أرفع رأسي عاليا لأعدكم أو أعدكن لنا لقاء ولو بعد حين. محبتي ناي. ناي جاية مصر عندها حفلة بعد 4 أيام، المطار منعها، ليه ما تعرفش؟ ارجعي يا ناي، مش عايزينك. منعت من الدخول لمصر. المنع ده خلى الناس تتضامن معاها من ناشطين وسياسيين، فكتب لها حمدين صباحي معتذرا وقال: حقك علينا، اهو اطلع يا عم حمدين البق الكبير، تقبلي اعتذارنا عن هذا الجفاء الجهول من موظف لا يعرف قدر مصر. مصر وطنك واهلك ومحبوك، وقريبا نستقبلك بما يليق بفلسطين ومصر من اكبار وما يليق بك وبفنك. اقعد يا بق، دخل البق. هو بس الشيء يذكرنا، الشيء بالشيء يذكر يا استاذ بق، اعتقد انك انت كسياسي تتوجه للنظام بالسؤال: ليه تم منع ناي؟ هو انت مش من 3 أيام يا حمدين كنت شكرت نفس النظام ده عن انه افرج عن بعض المعتقلين زي ما انت كتبت كده: الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، اهو نحيي رئيس ونشكره على اصدار، وراح كاتب اسماء الناس. سيبك من حمدين، حطه على جنب. قال لك قال ايه؟ موظف ما يعرفش. موظف مين؟ المطار فيه موظف؟ لا يا حبيبي حمدين، المطار الناس بتتمنع فيه بورقة. حمدين، المطار الناس بتتمنع فيه بقرار، قرار المنع من الدخول. مش موظف قاعد في ميدان التحرير يقول لها: اسمك نايل برغوثي، لا انت مش داخل يا حبيبتي. لا يا بابا، مش موظف ما استلطفش ناي كده ما دخلهاش، ده بيبقى قرار من السيد وزير الداخلية. واذا ما كنتش عارف يا حمدين ما تستعبطش. سيبك من حمدين،
التضامن معناه خد أشكال كتيرة جدا، زي الناس اللي أصروا إنهم يشتروا تذكرة الحفلة ومنتظرينها ترجع، وده اللي كتبه الباحث أحمد صقر وقال لها كلام جميل جدا. قال أحمد صقر في البوست بتاعه: العشر تذاكر دول مش هرجعهم لحد ما نقدر نستقبلك بالورود قريبا بإذن الله، عاشت فلسطين وكل اللي منها. أيضا الفنان ياسر المناوهلي كتب لها إنهم برضو في انتظار قدومها، قال لها حقك علينا بقى، بس ياسر تصدقوا في حقك علينا أكتر من حمدين. ياسر قال لها: معلش حقك علينا، منتظرينك بكل اشتياق مع طلوع النهار، وإن شاء الله يكون قريب. على الناحية التانية النشطاء قالوا إن تصرف النظام ده مش جديد تجاه الفنانين الفلسطينيين والناشطين الفلسطينيين. فكتب الحقوقي عمرو مجدي في منظمة هيومن رايتس ووتش، كتب يقول إنه لا، الموضوع يا جماعة مش أول مرة ولا آخر مرة. منع الفلسطينية نايل برغوثي من دخول مصر هو حلقة في مسلسل منع الفنانين والنشطاء الفلسطينيين من إحياء الفعاليات في مصر حتى دخولها. بالنظر إلى تاريخ ذلك المنع يبدو تعسفيا ومستهدفا القومية الفلسطينية بشكل واضح. سبق أن مصر منعت فنانين فلسطين من دخولها المشاركة في مهرجان الجونة، وده اللي ذكره موقع عربي 48 أو عرب 48 ناس ذكر، قال بالنص كده أهو، قال: السلطات المصرية منعت العمل مع ثلاث فنانين فلسطينيين، وآدي اللينك. في ظل المنع للفنانين الفلسطينيين بقى في حاجة غريبة جدا، الناشطين قال لك: يا ولا دور كده، مجاهز الجنسية الفلسطينية دي بتتمنع ومعاها جنسية تانية، ما تيجي نشوف كده السلطات المصرية بتمنع الفلسطينيين، طب بتعمل ايه مع الإسرائيليين بقى؟ النشطاء أشاروا إن الدولة أو النظام السيساوي في وقت ما بيمنع الفلسطينيين بيفتح حضنه للإسرائيليين، وأبرزها الواقعة اللي حصلت في ذكرى النكبة وغطتها وسائل الإعلام العربية، وأحياها الحقيقة من ضمنها الجزيرة، وأحياها فرقة إسرائيلية أحيت حفل في ذكرى النكبة، الناس العرب كلهم بيتكلموا عنها، نكبة 48. في الوقت ده فرقة إسرائيلية أحيت حفل بالقرب من أهرامات الجيزة. نشوف كده، ارفع بقى التغريدة دي. قناة الجزيرة قالت: في ذكرى النكبة فرقة موسيقية إسرائيلية تحيي حفلا عند الأهرام. لكن مش ده بس، الناشطين تداولوا أو النشطاء تغريدات صفحة إسرائيل بالعربي اللي نشرت احتفالات الفرق الموسيقية الإسرائيلية في السفارة المصرية في ذكرى استقلال دولة إسرائيل. أهو قالت إسرائيل بالعربية أهو: لأول مرة منذ 40 عام أوركسترا إسرائيلية تعزف كلاسيكيات مصرية في مصر. احتفلت سفارة إسرائيل في مصر بعيد الاستقلال الدولة 74، وذلك في حفل مهيب استضافته سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون في منزلها بمشاركة سفراء الدول وشخصيات محلية. يعني أوركسترا إسرائيلي دخل مصر وعمل حفلة في السفارة في ذكرى النكبة. وإذا كان فيديو الاحتفال اللي أقامته السفارة الإسرائيلية ما شفتوش أنت، نوريه لك يا سيدي أهو. والنبي الأغنية حلوة، بس أنا هم عشان بس ما نظلمهمش، الفرق الإسرائيلية كانت لما إيديها قوي لأنها جابت المغني هو الطبال، وده معناه أن في حالة تقشف. يبدو أن السلطات المصرية منعت المغني فالطبال اضطر يغني. المشكلة أن مصر مش بس محروم منها الفنانين الفلسطينيين اللي بيحيوا تراث فلسطين للعالم كله، إن كمان المصريين ممنوعين وغير مرحب بهم في جنوب سيناء على حساب الإسرائيليين، زي ما ذكر موقع المونيتور في تقرير سابق لي، قال: السياح المصريون غير مرحب بهم في جنوب سيناء حيث يزورها الإسرائيليون بأعداد كبيرة. ارفع التفاصيل يا عم، ارفع التفاصيل سريعا عشان تقول لنا موقع المصريين، طالما الإسرائيليين دخلوا، الإسرائيليين أهلا بهم في كل حتة وفي كل مكان، لكن المصريين ممنوعين من الدخول إلى جنوب سيناء. حضرات السادة، هذا هو نظام السيسي، بيكره أي شيء فلسطيني. الود وده فلسطين بكرة الصبح بتراثها بعيشها بكل حاجة تنتهي، عشان كده تتمنع الفنانة نايل برغوثي، فنانة سنها ما جابش 25 سنة، درست مزيكا بجد، أصبح ليها جمهور بجد، حاجة جميلة جداً، لكن يكفي أن تكون فلسطينية من الضفة تقريبا عشان تمنع، بينما تسمح السلطات في مصر لآلاف الإسرائيليين بالدخول ولعشرات من الموسيقيين بالدخول والغناء على أرض مصر الحبيبة.
وعايز تقول لي بعد كده السيسي مش. خلينا بقى نروح لآخر حلقة عن مقتل أيمن الظواهري، وما هي الأسباب الحقيقية لمطاردة أمريكا لأيمن الظواهري، وهل ده إنجاز للمخابرات الأمريكية أم إنه مجرد صدفة؟ لكن يبقى السؤال المهم، هو ليه كل رئيس أمريكي يتزنق داخليا يروح يقتل واحد من القاعدة ويجي قدام شعب ويقول لك بص قتلنا أيمن الظواهري، قتلنا أسامة بن لادن، قتلنا زعيم القاعدة وإلى آخره؟ خلينا نشوف ده ولكن بعد فاصل. أهلا بيكم في الفقرة الأخيرة من حلقة الليالي. أكبر ضربة وجهتها أمريكا لتنظيم القاعدة بعد ضربة أسامة بن لادن أو بعد مقتل أسامة بن لادن هي مقتل أو ما أعلن عنه جو بايدن الرئيس الأمريكي من أن الإدارة الأمريكية أو أمريكا وجهت ضربة بمنتهى الاحترافية إلى الزعيم الثاني في القاعدة هو أيمن الظواهري، دكتور العيون الذي هاجر من مصر والمتهم أو الذي كان متهم في مقتل السادات، ثم خرج إلى الأفغانستان وهناك حارب في صفوف الأفغان لمطاردة أو لطرد السوفييت من أفغانستان، ثم انضم إلى أسامة بن لادن وأصبح أو أسسوا سويا تنظيم القاعدة رغم تراجع نفوذ القاعدة وعملياتها على الساحة الدولية، إلا أنه اسم تنظيم القاعدة محفور في ذاكرة الأحداث عن على خلفية مسؤوليتها في أحداث 11 سبتمبر، وبعد كده قبل حصلت ضربة أمريكية أنه تم مقتل مؤسس القاعدة أسامة بن لادن، وبعدين أعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا عن مقتل أو قتل زعيم القاعدة أيمن الدكتور أيمن الظواهري في غارة بدون طائرة بدون طيار داخل أفغانستان. خلينا نشوف في البيان بتاع الرئيس الأمريكي. الآن تحققت العدالة وهذا الإرهابي لم يعد له وجود، ده اللي قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان. خليك فاكر مجموعة من الحاجات كده لازم تحصل. أنت في زمن الصورة، أنت في زمن الصورة، والأمريكان هم اللي بدأوا الدعاية وبدأوا فكرة الصورة وسيطرة الصورة على ذهنك، فكيف تستغل أمريكا هذه الصورة؟ الصورة دائما هناك رئيس أمريكي أيا كان ديمقراطي جمهوري لابد أن يخرج ويعلن للناس مقتل زعيم القاعدة. هكذا فعل الرئيس الأمريكي ساعة ما تم قتل أسامة بن لادن، بيان رئاسي وبناء على أوامر مني خرجت قوات مقاتلة لتقتل أسامة بن لادن. النهاردة جو بايدن بيعلن بنفس الطريقة بنفس السيناريو بنفس المسرح، لكن خلينا نشوف تداولت الصحف لقطات لمكان تنفيذ الغارة الأمريكية اللي أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. دي صورة الشقة اللي كانوا فيها والبلكونة اللي تم إرسال فيها طائرة بدون طيار قصفت هذه البلكونة أو الفراندا دي تحديدا ما أدى إلى مقتل زعيم القاعدة، ودي صور يقال إنها لعقب إطلاق الصاروخ الذي أدى إلى مقتل زعيم القاعدة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر لعملية استهداف زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ومحطات في حياته من دكتور عيون إلى زعيم أكبر تنظيم معادي للعالم كله. نشوف قبل بس ما نتطرق لموضوع مقتل أيمن الظواهري، أنا عايز أقول لكم بس خبر يعني ما أعرفش يفيد ولا لأ، إنما ابن أسامة بن لادن أصبح فنان مشهور جدا تشكيلي وبيعرض أعماله في أوروبا وبتشترى لوحاته بآلاف اليوروز، وأصبح اتجاه تاني خالص. يعني أسامة بن لادن كان اتجاه وابنه أنا لا أتذكر اسمه بس يعني أنا متابع سيرته عمر تقريبا ما أعرفش بس مش فاكر اسمه قوي، إنما ابنه أصبح فنان تشكيلي، وطبعا هو باني شهرته مش على مستوى الفني لكن على مستوى أهو أصبحت فنانا. برافو عليك يا علي، لوحات نجل أسامة بن لادن تحقق مبيعات كبيرة في فرنسا. ده عمر ابنه هو اللي واقف جنبه ده أصبح أو عمر، فعلا بشكرك يا علي قوي. هو طبعا
الناس بتروح له مش عشان هو شغله جديد وحاجات من دي، لكن اهو هو بقى شغله عامل ازاي دلوقتي، لكن شغله عادي جدا، شغله اقل من العادي، يعني شغله يكاد يكون ضحل، انما هم بيروحوا له عشان ده ابن اسامه بن لادن فبيشتروا منه. فهو استغل شهره ابوه القويه جدا في ان هو يعمل اسم يبيع بيه. على اي حال ده بس موضوع على جنب، لكن للتعرف على اكتر على مقتل ايمن الظواهري خلينا نشوف او يكون معانا دلوقتي السيد حسن ابو هنيه الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الجهاديه. سيد حسن اهلا بك ومرحبا بك على شاشه مكملين. اهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام. خليني ابدا معك من السؤال اللي يخصني انا يا سيد حسن، يعني لماذا كلما يعني هل هي مجرد صدفة أن كل رئيس أمريكي يورط داخليا في قضايا داخلية يتم تصدير أو محاولة عمل مكياج لصورته عن طريق كبش فداء كبير زي مقتل أسامة بن لادن وأيضا مقتل أيمن الظواهري؟ إلى أي مدى الطرح اللي أنا أطرحه الآن صحيح؟ بالتأكيد نعم، منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على السياسات الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 من سبتمبر، ثم الأخذ التفويض الخاص من الكونغرس لشن هجمات أسفرت عن غزو أفغانستان ثم العراق، أصبحت مفهوم الحروب الأبدية. كان يفترض أن يكون هذه الحروب إلى الأبد وأنها حروب تنتقل، فعلا أنها بدأت في العراق وسوريا ثم دخلت أكثر من 60 بلد في العالم وأسفرت عن قتل أكثر من مليون من المدنيين في حول العالم. وبالتالي كانت دائما هذه السلسلة من ونعلم أن حرب الإرهاب هي تغطي سياسات الهيمنة الإمبريالية بعد التفرد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبالتالي كانت دائما كلما دخلت في فشل يعلن الرئيس. إذا تذكرنا بعد غزو العراق كان النجم الساطع الجهادي في ذلك الوقت هو أبو مصعب الزرقاوي الذي ألحق خسائر فادحة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كان بوش والمحافظين الجدد في أسوأ الأوضاع. وبالتالي عندما قتل في يونيو حزيران 2006 كانت هناك خرج على إلى العالم ويقول بجدوى مثل هذا، وكان الجمهوريون يعانون من حالة في غاية السوء، وكذلك جورج بوش الابن. هذا تكرر كما ذكرت في حالة الرئيس باراك أوباما، نعلم أنه جاء بعد سمعة الولايات المتحدة الأمريكية الذي انسحب من العراق في نهاية 2010، وبالتالي كانت أمريكا قد دخلت في أزمة مالية 2007-2008، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية في وضع سيء. وعلى هذه الخلفية جاء الديمقراطيين بأوباما، وبالتالي شاهدنا الذي أراد أن يحسن صورة أمريكا مباشرة في مايو أيار، في 2 مايو 2011 أعلن عن نفذ في عملية خاصة، ليس طائرة الدرون كما حدث مع الزرقاوي، إنما بعملية خاصة بفرقة خاصة في مجمع في باكستان في أبو تباد، وأعلن. وبالتالي كان أيضا يشير إلى لأغراض انتخابية وسياسية وللتغطية على ما كان يحدث من فشل سياسات حربها والتي أدت إلى الأزمات، أحد أسباب الأزمات المالية. وهذا الآن يحدث مع جو بايدن طبعا، وحدث من قبل مع ترامب مع أبو بكر البغدادي، وبالتالي هذا ما يحدث الآن مع جو بايدن الذي نتيجة بعد أكثر من 20 عام على أحداث سبتمبر لم تتمكن الولايات الأمريكية من القضاء على حركة الطالبان، وبالتالي اضطر إلى توقيع اتفاقية في عهد ترامب، اتفاقية الدوحة في شباط فبراير 2020، والتي نصت على الانسحاب الأمريكي مقابل أن لا تستخدم حركة طالبان الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد مصالح الولايات الأمريكية وحلفائها. وبالتالي كانت هذه الاستراتيجية والانسحاب الفوضوي، كان هناك انتقادات حول سياسة جو بايدن للأمن القومي، وبالتالي نعلم أنه في أدنى مستويات شعبيته الآن في أمريكا، وهناك حملة تجديد نصفي للكونغرس ثم انتخابات تحضير بعد بداية الصيف الآن للانتخابات، ثم يعني لاحقا 2024 الرئاسية، وبالتالي هو بحاجة إلى مثل هذا
الإنجاز. وبالتالي دائما كانت ترتبط عمليات الاغتيال بتوقيتاتها بظروف محلية، بتنافسات سياسية، وللتغطية على فشل في ملفات عديدة. طيب الحمد لله، إذا توقعي كان صحيح، لأن أنا ربطت بس دائما ما عندما يفشل الرئيس الأمريكي في الداخل يتم تصدير فشله إلى كبش فداء أو اختيار كبش فداء في الخارج، ويقف الرئيس الأمريكي في ساحة البيت الأبيض ليعلن أنه بإشراف مني وبأوامر مني تم قتل فلان الفلاني وأصبح غير موجود. وهذا يجرنا إلى السؤال يا دكتور يا أستاذ حسن، ما الخطورة الذي يمثلها أو التي يمثلها وجود أيمن الظواهري على قيد الحياة أو حتى قتله واستهداف تنظيم القاعدة أو تنظيمات أخرى؟ يعني ماذا كانت خطورة أيمن الظواهري في وجوده أو في عدم وجوده؟ لا يعني بالذات في حالة الظواهري، نعلم أن الظواهري كان معزولا تماما، وبالتالي حتى أنه لم يستطع أن يسيطر على الفروع. في عهده تم تمرد تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا في 2013 ولم يستطع أن يفعل شيء. لاحقا أيضا في 2018 تمرد فرع آخر، الفرع السوري، وهو جبهة النصرة تحرير الشام، وانشق ولم يستطع الظواهر أن يفعل شيء. بل أن خلال هذه الفترة كان الظواهر غائب تماما لمدة أكثر من عامين، لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين أي فرع إقليمي على الإطلاق، وهذا ما كشفت عنه يعني الوثائق بشكل واضح وصريح. وبالتالي هو كان معزولا، إضافة إلى أنه كان مريضا، بل أن تقارير أمريكية واستخبارية تحدثت عن إصابته بكورونا وأنه كان يعاني من حالة عزلة. وبالتالي أعتقد بأنه أن القاعدة أصلا هي تحولت إلى منظمة لا مركزية، بمعنى مجموعة من الفروع الإقليمية مستقلة على الصعيد المالي والتنظيمي، ولكن هناك ارتباطات أيديولوجية كما هو حال تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن، أو حركة الشباب في القرن الأفريقي في الصومال، أو القاعدة المغرب، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في يعني جنوب الصحراء والساحل، وكذلك نصرة الإسلام والمسلمين في مالي. إذن هذه الحركات ليست لها أي صلة على الإطلاق، يعني هيكلية تنظيمية، ولا يوجد هناك إلا هذا البعد الأيديولوجي. وبالتالي لم تكن يعني غياب بن لادن لن يؤثر على هذه الفروع على الإطلاق، وبالتالي لم يكن يشكل الظواهر أي خطر. ونعلم أنه في عهد الظواهر لم يتمكن من تنفيذ أي عملية ضد المصالح الأمريكية على الإطلاق. طيب لكن قيل في أنا قرأت النهاردة مقال لأحد أعضاء تنظيم الجهاد في مصر السابق، هو ناجح إبراهيم على ما أذكر، كان يتحدث عنه أيمن الظواهري كان مصاب بسرطان الكبد. لا أعلم من أين أتى بهذه المعلومة، لكن هو ربما يكون هذا الرجل لم يكن له فائدة أصلا في وجوده أو مقتله. وده يخليني أسألك، يعني أمريكا كما حضرتك أشرت من شوية أقامت اتفاق مع طالبان في الدوحة، طالبان علقت على مقتل أيمن الظواهري بأن أمريكا اخترقت أو خرقت، بمصطلح أفضل، خرقت اتفاق الدوحة. ناجي إبراهيم، وفاة أيمن الظواهري طبيعية وكان مصابا بسرطان الكبد، ده اللي قاله ناجي إبراهيم، وده كان عضو فاعل وكان متهم رئيسي في مقتل السادات سنة 81 وكان عضو في تنظيم الجهاد. لكن ده يجرنا السؤال بقى، هو أنه طالبان، منظمة طالبان قالت أن أمريكا بمقتل أيمن الظواهري بهذه الطريقة خرقت اتفاق الدوحة. في رأيك هل الآن طالبان أصبحت في حل من هذا الاتفاق؟ هل سنسمع عن أهو حركة طالبان تدين الغارة الجوية التي قتلت الزعيم أيمن الظواهري، ولكنها قالت أنه خرق الاتفاق؟ هل هذه الحادثة ستكون مسوغ لطالبان للعودة مرة أخرى إلى توتر علاقتها مع أمريكا وربما البدء في استهداف بعض الأهداف الأمريكية؟ هذا رهن برغبة الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، لكن هذه بالتأكيد أنه يعني طبعا نعلم أنه هذه التفسيرات المختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية نعلم عندما يعني كما صرح بايدن كان هناك منذ بداية العام تحرك الظواهر وذهب
في اتجاه أفغانستان، يعني كان في باكستان قبل ذلك، وبالتالي تم تتبعه من خلال شبكة حقاني، وبالتالي دخل مؤخرا إلى كابول تحت رعاية سراج الدين حقاني. هذا أمر بات واضحا. وكانت خلال هذه الفترة كانت النقاش في آخر أسبوعين تحديدا في مجلس الأمن القومي حول هل استهداف الظواهري أو أي شخصية أخرى من تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات هو يعتبر خرق لاتفاق الدوحة شباط فبراير 2020. بعض نعم انقسم مجلس الأمن القومي، وبعضهم قالوا نعم هذا يعتبر خرق، لكن في النهاية استقر الأمر على أن هذا يعني بمعنى قراءة تأويلية أنه لا يخرق الاتفاقية، مع أن حركة طالبان تقول أنه خرق. والحقيقة إذا التأويل الذي تقوله حركة طالبان هو أقرب إلى الصواب، لأن اتفاقية الدوحة لا يوجد هناك أي نص محدد يتحدث عن قطع الصلة بتنظيم القاعدة أو الحركات الجهادية. هناك نص واضح وصريح، هو يقول أن لا تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد المصالح الحيوية الأمريكية وحلفائها، وبالتالي لا صلة له بأي حركة. وحركة طالبان لم تكن تنكر على الإطلاق على يعني علاقتها بالقاعدة، وبالتالي هي من هذا الباب تقول بأنه استهداف. وحتى لو كان ذلك هو مناقض لمفهوم السيادة، لكن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي متمرسة ولها شعبية واضحة في خرق كل الاتفاقيات الدولية، يصعب أن نعددها يعني هذه الاتفاقات، ولكن يعني ولها قدرة تأويلية عالية بما تمتلك من قوة التأويل. وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي في النهاية لا تعترف بحركة طالبان، بل تعتبر لا تزال حركة طالبان ذاتها إرهابية، وخصوصا شبكة حقاني التي هي مصنفة موضوع على اللائحة الأمريكية للإرهاب، وزعيمها سراج الدين حقاني وهو نائب هبة الله أخوند وزير الداخلية موضوع على برنامج المكافأة من أجل العدالة المتعلقة بالأفراد المصنفين كإرهابيين. وبالتالي هي أصلا لا تعترف بهذه الحكومة إلا كحكومة أمر الواقع، وهي تحجز أموال أفغانستان قرابة نحو 7 مليارات دولار. إذن هي تحاصر. إذن حتى هذا الاتفاق الدوحة هو ما الذي يجناه؟ ومع ذلك هو أشار بايدن وكذلك البيت الأبيض بأنه حريص على استمرار الحوار، وأعتقد أنه هناك جناح براغماتي في داخل حركة طالبان يريد الاستمرار، لكن الجناح الراديكالي كمثلا شبكة حقاني ربما هذا يدفعها إلى القول بأن هذا اتفاق لا فائدة منه، ليس بفعل فقط مقتل الظواهري، ولكن لأن أمريكا لا تزال تحتجز الأموال الأفغانية وهي لا تعترف بحكومة طالبان كحكومة شرعية. وهذه كل هذه القضايا أعتقد هي قد تتأزم يعني في المستقبل إذا لم يتم تفادي، وبالتالي تصبح مرة أخرى أفغانستان يعني مكان للتوتر جيوسياسي إقليميا وعالميا. ولذلك عندما يقول حتى جو بايدن بأننا لن نسمح بأن تكون أفغانستان ملاذ الإرهابيين، ما هي أصلا كيف لا تسمح أن تكون ملاذ الإرهابيين وأنت عقدت اتفاق مع منظمة حركة طالبان هي لا زالت موضوعة ومصنفة حركة إرهابية. طيب خلينا بس يا سيد حسن، أنا لافت نظري حاجة عايز أوصلها، لكن خلينا نشوف كيف وصلوا لأيمن الظواهري. كما ذكر أحد المسؤولين الأمريكان، كيف عرفوا مكان أيمن الظواهري؟ قيل أنه كان يسكن في الشقة دي إلى جوار السفارة الأمريكية في حي الدبلوماسيين، لكن خلينا نشوف المسؤول الأمريكي اللي بيقول كيف وصلوا إلى استهداف أو إلى المكان الذي كان يقطن فيه أيمن الظواهري، كما ذكر هذا الخبر اللي قدامنا. فعربي بوست مسؤول أمريكي كبير يروي كيف عرفوا مكانه كيف استهدفوه، بيحكي في التفاصيل نقلا عن رويترز أنه أضاف مسؤول أنه على مدار أو على مدى عدة أشهر ازدادت ثقة مسؤولي المخابرات في أنهم حددوا هوية الظواهري بشكل صحيح في المنزل الآمن في كابول. في أبريل 22 بدأوا في إطلاع كبار مسؤولي الإدارة، وبعد ذلك اطلع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، وبعدين تمكنت من تحديد نمط حياة الظواهري من خلال مصادر معلومات مستقلة متعددة لتوجيه العملية. وفقا للمسؤول اللي قال أنه بمجرد وصول الظواهري للمنزل الآمن في كابول لم يصل إلى علم المسؤولين وغادره ورصدوه في شرفته، حيث استهدف في نهاية المطاف في مناسبات عدة.
كذلك حقق المسؤولون في طريقة بناء المنزل الآمن وطبيعته، ودققوا في قاتلي المنزل للتأكد من أن الولايات المتحدة يمكن أن تنفذ بثقة عملية لقتل الظواهري من في كابل، لم يصل إلى علم المسؤولين وغادره ورصدوه في شرفته حيث استهدف في نهاية المطاف في مناسبات عدة. كذلك حقق المسؤولون في طريقة بناء المنزل الآمن وطبيعته، ودققوا في قاتلي المنزل للتأكد من أن الولايات المتحدة يمكن أن تنفذ بثقة عملية لقتل الظواهري دون تهديد سلامة المبنى وتقليل المخاطر على المدنيين وعائلة الظواهري بحسب المسؤول. طبعا الكلام يعني الحقيقة أنا مش متخيل يعني أيمن الظواهري واقف في البلكونة، يعني واحد ساكن في حي الدبلوماسيين في كابل وعارف أنه مستهدف من أكبر دول العالم، فهنا استهدفوه قال شافوه في البلكونة. كما ذكروا برضو عن واحد تاني قبل كده الأستاذ حسن يقول لي عن طريق الغسيل بتاعه، يعني شيء خرافي. لكن عن السلاح اللي استهدفوا به يقال أنه يقتل هدفه بشفرات كالسيف وملقب بالنينجا، السلاح الذي استخدمته أمريكا لقتل أيمن الظواهري بمنزله. ده برضو عن عربي بوس نقلا عن إحدى وكالات الأنباء، قالت أنه صاروخ هيليا فاير طراز حديث من الصاروخ الأمريكي الذي يمكن استخدامه من خلال الطائرات المسيرة ويطلق عليه اسم R9X، واللي بيمثل أنها لا تنفجر بل تنشر شفرات حادة تصدم أهدافها مثل الرمح السريع، وأن الصاروخ R9X مصمم بست شفرات طويلة لا تبرز من الصاروخ إلا قبل ثواني من الارتطام، ولا يحتوي الصاروخ الملقب بالسكين الطائر على رأسه حربية. واتكلموا الول ستريت جورنال في وقت سابق قالوا أن الهدف من الصواريخ هيلي فاير الحد من الخسائر البشرية، وأنه صاروخ يعني يشار أن الصاروخ يشار ليه بالجيش العام بالعامية داخل الجيش الأمريكي باسم جينسو الطائر نسبة إلى أحد أنواع السكاكين الشهيرة. هنا يخليني أسألك يا سيد حسن، يعني عندما تستعرض علاقة الأمريكان بالزعماء هتجد أنها تنتهي دائما بالقتل. يعني أنا أتذكر وحضرتك طبعا أستاذنا وتعلم أكثر مني، أحمد شاه مسعود في كابل تم استهدافه بعربية وتم تفجيره، أسامة بن لادن، أبو بكر البغدادي. سؤالي وأخيرا أيمن الظاهري، إذا كانت الحادثة كده صحيح، سؤالي إذا كان صح ذاكرتي، أنا بس برتجل على الهواء أنا آسف في المناسبات دي، وأنا دائما أسأل نفسي لماذا لا أو لم تستطيع المخابرات الأمريكية بما تمتلكه من هذه الإمكانيات الرهيبة من إلقاء القبض أو اعتقال أحمد شاه مسعود بدل قتله، أو أبو بكر البغدادي الذي تم قتله بكلب تقريبا عن طريق كلب جري وراه أو حاجة زي كده على ما أتذكر. لماذا دائما أمريكا تلجأ إلى التصفية الجسدية عوضا عن الاعتقال ثم الحفلة الإعلامية؟ هل هو ده فشل منها أم أنها تهدف إلى التصفية بشكل أسرع ونتيجة أفضل وفخر ربما يعني في وقته بيستطيع الرئيس الأمريكي أنه يفخر بأنه تمت العملية؟ لماذا الاستهداف دائما بالتصفية الجسدية؟ برنامج القتل المستهدف نعلم أنه دخل في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق طائرات درونز بعد التطوير، يعني كل هذا نتاج تطور في الثورة في العلوم العسكرية وبالتالي التطور في طائرات درونز، يعني وهي دخلت الخدمة طبعا في أواخرها. سيد حسن قبل الدرون أحمد شاه مسعود كانت عربية جاب وراحت انفجرت فيه تصفية رغم أنه كان حليفهم، يعني أسعود بالمعنى أنا دائما تستهدف الناس. لا هو أحمد شاه مسعود طبعا هو قتل في قبل أيام، قبل يومين تحديدا من أحداث سبتمبر على يد اثنين من أعضاء تنظيم القاعدة التونسيين في منطقة في تحالف الشمال في منطقة في 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 معقله، يعني تقصد اسم آخر لكن أحمد شاه مسعود هو كان هو أحمد شاه مسعود تمام لا ربما تمام. لا هو اختلط عليه بس هو أحمد، أنا أقصد أحمد شاه مسعود صح. أنا أقصد دائما هناك تصفية جسدية وليس اعتقال. طبعا لأنه هناك كما قلت يعني هذا التطور هو يعني في مجال سياسة مكافحة الإرهاب دائما منذ بدايتها وضع برنامج، وطبعا من 82 عندما بدأ ريغان في وضع ما يسمى لوائح الإرهاب تم ما يسموها مصفوفة القتل بمعنى القتل المستهدف، أن هناك أعداء يسمى مقاتل عدو
وكذلك تحت مسمى الإرهاب التي بدأت منذ عهد ريغان توضع على لائحة، وبالتالي يتم عن طريق برنامج خاص وهو CIA أو أحيانا يعني كانت البنتاغون، لكن هذا بصير فارق يعني له شرح طويل، لكن هو برنامج الخاص بالقاعدة المستهدف، برنامج خاص بالCIA، وهو يجتمع كل أسبوع كل يوم ثلاثاء كل أسبوع ويحدد الأشخاص المستهدفين بالقتل، وهذا طبعا يتم دائما من خلال وجود طبعا اللي هي العملاء المحليين سواء أمريكان أو من السكان المحليين، وعن طريق يعني قضايا تقنية عديدة، ووجود هذه تقنية الدرونز بدأت طبعا هذا التطور كما ذكرت. مثلا صواريخ هيلفاير هي طورت حديثا كانت تقتل، لأنه الدرونز نعلم أنه يثير حولها تساؤلات من الناحية القانونية والأخلاقية، لأنها قتلت كثير من المدنيين في حول العالم وأصبحت سمعة سيئة، وبالتالي طور هذا يعني الار 9 اكس اللي هو هيلفاير اللي هو يعمل عن طريق الشفرات، وبالتالي حتى عندما يضرب السيارة لو كان بجانبه شخص في الغالب لن يتضرر، لانه هي فعلا يعني لا تستند الى متفجرات انما تستند الى شفرات حاده تصيب الشخص فقط لا غير، يعني لتجنب هذه الاشكالات الاخلاقيه والقانونيه التي اثيرت حول عمليات قتل المستهدف، وهي لا تزال تثير الاشكالات في داخل الولايات المتحده الامريكيه ولها معارضه. طب الى اي مدى سيد حسن، اسف المقاطعه، الى اي مدى انت تصدق انه ايمن الظواهري كان واقف في البلكونه كما اشار المسؤول الامريكي كما نشر؟ يعني إلى أي مدى كان أيمن الظواهري يتحرك؟ هل تصدق أنه كان يتحرك بهذه الأريحية ويقف في البلكونة؟ نعم، أعتقد أستاذ محمد يعني هو أيمن الظواهري وكذلك حتى الطالبان وتحديدا شبكة حقاني سراج، يعني سراج الدين حقاني هو مطلوب، هو على عهد مطلوب من أجل العدالة، ولكن يعني هو الآن في اتفاق، كانوا تفسير حركة طالبان بأن الاتفاق لا ينص على فك الارتباط ولا ينص على إيواء أي شخص، يتحدث بقضية محددة وواضحة وصريحة في هذا الاتفاق، وهو عدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وبالتالي هو يعني الظواهر رغم أكثر من عقدين بعد 11 سبتمبر رغم كل محاولات يعني الوصول إليه فشلت الاستخبارات وفشل في حمارة استهدافه، ولكن هو شعر بهذه الراحة، ولذلك هو تم رصده عندما دخل في أفغانستان في شباط فبراير، ثم تم تتبعه في إبريل نيسان، ثم خلال أشهر كما شرح يعني بايدن حاول أن يعطي هذا التبريرات، لأنه كان هناك نقاش فعلا في مجلس الأمن القومي واختلافات أنه هل هذا يجوز أو لا يجوز، هل هذا يتضمن، وبالتالي حسموا الرواية بأنه هذا جائز، ولكن بقي الخلاف موجود، وبالتالي كان الظواهر يشعر بأنه شخص مرتاح، يعني من كان سيشك بأنه هذا الرجل موجود في المنطقة الخضراء في الحي الدبلوماسي؟ لا أحد يظن ذلك، يعني كما حدث مع أبو بكر البغدادي في منطقة يعني في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وبالتالي هي دائما أماكن متوقعة كما حدث مع بن لادن في مجمع في أبو تباد، من كان يتوقع أنه بن لادن كل هذه المطاردة العالمية وكل الاستخبارات؟ إذا هو دائما هذه يعني يتخذ هذه الاحتياطات بشكل كبير، أحيانا تفشل هذه المحاولات، نعلم الظواهر تعرض لعدة محاولات اغتيال واكتشاف ونجا من عدة محاولات، كذلك بن لادن، كذلك أبو بكر البغدادي، ولكن هذه المرة تم تحديده، لكن واضح أن الظواهري قد تخلى عن هذا الحذر الذي كان يتمتع فيه ظنا منه بأن لا يمكن استهدافه نظرا لوجود هذه الاتفاقية، وكان يعتقد أنه من الصعب لوجستيا، لأنه أيضا حتى هذا الطيار واضح أن هناك تواطؤ باكستان، باكستان نعلم أنها أسيئت علاقاتها يعني مع أمريكا، وذهبت كل القواعد اللي كانت منصوص عليها بعد 2001 بالموقع اتفاقات بين أمريكا وباكستان لإنشاء قواعد، تم الخلاف وزيحت، لكن مؤخرا عبر صفقة بعد إزالة عمران خان تم عودة هذه القواعد للعمل الأمريكي، تحسنت العلاقة بمعنى مع أمريكا، والآن تعمل لكن بالخفاء، بمعنى لا يوجد هناك إعلان رسمي لوجود قواعد أمريكية، وإلا أمريكا فهي لا تمتلك أي قواعد لا في آسيا الوسطى، فقدت قواعدها في باكستان، وبالتالي ليس لها إلا أن يعني تذهب عن طريق أسطول السادس في البحرين أو عن طريق وجود الكويت أو في مناطق بعيدة، وبالتالي كان الأمر يعني يحتاج إلى صعوبة بالغة. إذن الأمور كان يعني الظواهر يراهن على أن الأمور يعني في غاية الأمان ولا تحتاج إلى هذه الاحتياطات الأمنية. طيب الآن سيد حسن، الأخبار تتحدث عن أن هناك من يسمى بسيف العدل على ما أذكر الاسم، وهو الرجل الثالث في القاعدة. الآن اليوم كنت أقرأ عن مجموعة ثلاث أشخاص بيتم ترشيح أحدهم ليصبح مكان
أيمن الزواهري وسيف العدلي يعني حتى مجهولة المعلومات عنه، أنا دورت ما لقيتش معلومات عنه كتيرة. لكن السؤال الآن، ما هي قيمة تنظيم القاعدة؟ وهل أمريكا أو هل هناك حاجة فعلا لتنصيب قائد جديد لتنظيم القاعدة؟ وبعد بعد الضربتين القويتين دول، مقتل أسامة اللادن ثم مقتل أيمن الزواهري، هل تعتقد أن النظام هذه المنظمة الآن باقية مستمرة أم أنها تلفظ أنفاسها الأخيرة؟ لا شك أنها ضعفت، لكن هي لا تنتهي. وبالتأكيد أن التنظيم سيضع قائد، سواء كان سيف العدل وهو الأرجح، ولكن قد يحدث. من هو سيف العدل يا سيد حسن؟ أنا مشتاق له معلومات. من هو سيف العدل؟ طبعا سيف العدل هو كان ضابط في الجيش المصري، ثم كان في جماعة الجهاد، ثم ذهب في بداية يعني الثمانينات إلى 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 أفغانستان، وهناك في نهاية الثمانينات شكل مع بن لادن، أسس تنظيم القاعدة عام 88، إضافة إلى أبو حفص المصري القائد العسكري. كان سيف العدل هو مسؤول الأمني بعد أبو عبيدة البنشيري، أيضا الضابط المعروف اللي شكل تنظيم القاعدة، وبالتالي هو كان بالحلقة. يعني سيف العدل ده كان ضابط في الجيش المصري؟ صحيح. يعني مصري اسمه سيف العدل؟ سيف العدل لقب سيف العدل، لكن اسمه صلاح الدين زيدان. صلاح الدين زيدان، وكان ضابط في الجيش المصري. صحيح. وانضم إلى أسامة بن لادن وأسس أو واحد من مؤسسيه، ويقال أنه رقم ثلاثة في القائمة. يعني هو بعد مقتل أبو محمد المصري اللي قتل العام الماضي في طهران، وبعد مقتل حمزة بن لادن في 2019، وقبلهم قتل أبو بصير ناصر الوحيشي زعيم القاعدة في جزيرة العرب 2016، وبالتالي أصبح سيف العدل آليا هو ثاني شخصية بعد الظواهر، وبالتالي هو الشخصية المرشحة، هو يتمتع من القائدة القلائل من التاريخيين الذين أسسوا القاعدة. بس أنا كنت قريت أن في واحد مغربي أو من أصول مغربية، صحيح، ما أعرفش، أنا حتى قريت كده ما أعرفش اسمه إيه، مش فاكر اسمه، هناك شخص أيضا مغربي أو كان يعني من أصل مغربي أيضا مرشح لتنظيم القاعدة. إلى من فيهم، سيف العدل أو هذا المغربي؟ لا أعتقد أنه سيف العدل، يعني هو بدليل أنه حتى عندما حدث خلاف صحيح تحرير الشام، كان سيف العدل هو مسؤول عن لجنة حطين الخاصة ببلاد الشام، وبالتالي هو الذي يمتلك الخبرة والقدرة أكثر. لكن ربما التنظيم يعمد على وضع شخصية من الجيل الجديد، وربما ليست خلافية، لأن نعلم أن المشكلة أن سيف العدل ارتباطه في إيران ووجوده في إيران قد يكون يعني تحت الإقامة الجبرية، وقد يكون يعني هناك اعتراضات من بعض الفروع الإقليمية، وبالتالي قد يتم التوافق على شخصية جديدة غير معروفة يعني تاريخيا. عبد الرحمن المغربي ده؟ عبد الرحمن طبعا وفي إيران. لا، هم ممكن يكون عبد الرحمن المغربي ده هو الخليفة مكان سيف العدل. هو كلاهما موجود في إيران. كلاهما في إيران. تمام. طيب سيد حسن، معلش يعني أنا سؤالي، حضرتك ذكرت أكتر من منظمة إسلامية في مالي، في الصومال، في إلى آخره، ما الذي يربط بين هذه المنظمات وبعضها البعض؟ ولماذا تشظت بهذه الطريقة؟ طلبان، خرجت القاعدة، ثم جبهة النصرة، ثم منظمة الإسلام بتاعت مالي دي، وشباب المسلمين في الصومال، ما الذي يربط بين هذه المنظمات؟ الأيديولوجيا والفكرة يربط. أي أيديولوجيا؟ الأيديولوجيا الإسلام يعني؟ بالضبط طبعا، يعني الجهادية عندما نتحدث عن الإسلام نتحدث عن جماعات التي تؤمن بأن الإسلام دين وسياسة، وعندما نتحدث عن جهادين تؤمن أن الإسلام دين وسياسة وجهاد وقتال، هذا معنى الجماعات الجهادية، أنا تؤمن أن الإسلام دين وسياسة وقتال وجهاد، وبالتالي هذا هو يعني ما يحدد هذه الجماعات. لكن نعلم أن هذه الجماعات هي جماعات محلية في الأصل، يعني إذا نظرت إلى هذه الجماعات. أنا سؤالي سيد حسن على يعني مش تفسيرتهم، الأدبيات اللي بيرجعوا ليها، ما هي الأدبيات في الفكر الإسلامي اللي بتقوم عليه هذه المنظمات؟ طبعا الأدبيات هي نفس يعني هذه التنظيمات كما نعلم سنية، بمعنى هي مرتبطة يعني بالتراث الفقهي السني، سواء كان على صعيد الفقهي المذاهب الأربعة المشهورة، الحنفي والمالكي والشافعي هو يعني الحنبلي، وبالتالي هي وهي أيضا بالنسبة للعقائد مرتبطة بما يسمى السلفية، يعني سواء على صعيد الإلهيات النظرية المتعلقة بالذات والصفات، أو على صعيد الإلهيات العملية المتعلقة بالشرك والتوسل أو الحاكمية وغيرها من القضايا، وبالتالي هم جماعة سلفية أقرب إلى جماعة
أهل الحديث وأقرب إلى طبعا تأثر من الناحية الحركية بنمطين، نمط سيد قطب بشكل أساسي في معالم في الطريق، وكذلك محمد عبد الوهاب في أيضا يعني مسائل الجاهلية. وبالتالي هناك مصادر متعددة، لكن هي مصادر سنية، لكن هناك قراءة قتالية للإسلام، كما أن الإسلام السياسي يقرأ الإسلام قراءة سياسية ويقول أنه يسعى إلى تطبيق الشريعة وإعادة يعني الحكم الإسلامي، كذلك واستئناف الحياة الإسلامية. فالحركات الجهادية تقول بأنها أيضا يعني ملتزمة بالخلافة، وبالتالي عودة الدين عن طريق القوة الجهادية فقط. هم يختلفوا بالأساليب، يقولوا أن الطريق التغيير السلمي والديمقراطي لا يؤدي إلى شيء، بل هو أصلا يخالف الشرع وهو كفر، وأنه لا يمكن أن نصل إلى الحكم والخلافة الإسلامية إلا عن طريق القتال والجهاد. هذا هو تصور الحركات الجهادية، هي حركات تؤمن بهذا الأمور. لكن الأمر الأهم أنها حركات هي محلية، يعني لها يعني إذا نظرت في مالي جماعة نصر الإسلام المسلم هي تحالف من حركات مثلا تحرير الأزواد، يعني هذه حركة كانت محلية. إياد حاج غالي نعلم أنه أزوادي، وبالتالي هناك مشاكل عرقية، وهناك مجموعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا من الفلان، وهناك مجموعة أخرى، وبالتالي هناك حركات محلية لها مظالم، كما هي حركة تحرير مورو عندما بايعت القاعدة أو بايعت، هي لديها مظالم محلية. إذا ذهبت إلى بوكو حرام هي أيضا كانت تعاني وكانت في حكم ذاتي، وكانت أقرب الجماعة التبليغ. يعني الطريف في الأمر في الموزمبيق مثلا، هناك مجموعة التحالف الديمقراطي مؤخرا بايعت تنظيم داعش، يعني وتحولت من نهج هذا التحالف الديمقراطي إلى جماعة قتالية تتبع تنظيم الدولة. إذن هي هذه الحركات هي لديها مظالم، هناك أنظمة استبدادية دكتاتورية، وهناك يعني الفساد، وهناك عمليات فقر وبؤس. كل هذه العوامل هي في النهاية تحتاج إلى تغطية أيديولوجية أو إعطاء نوع من المعنى، وهذا ما يجعل هذه الحركات ما يربطها في تنظيم القاعدة هو الأيديولوجيا، أنه أصبحت هناك ماركة ما، كما أصبح يعني علامة ما مشهورة في العالم، وبالتالي يعني هي يعني حتى إعطاء نوع من المصداقية. وإلا حركات كالشباب مثلا في الصومال حركة محلية، يعني أمر هذا هو، لكن تعطي البيعة، ولكن لا يوجد هناك أي صلة فعلا روابط حقيقية بين مثلا تنظيم القاعدة وبين حركة الشباب. يعني سيد حسن أنت تربط ما بين هذه التنظيمات ومستويات ومنشأ ميلادها في موزمبيق أو في الصومال أو في مالي أو في اليمن أو في مصر، حتى أن هناك ارتباط منشئي ما بين قيام هذه الجماعة المتطرفة التي تعتمد على القتال والحاجات وبين الفساد والمستوى السياسي في الدولة، هناك رابط ما بين الاثنين. بالتأكيد هذا كل الأبحاث لا خلاف بين كافة الخبراء في مجال الإرهاب بأن هذه الحركات هي أصلا حركات سياسية بدأت مهزومة، يعني هناك تم هزمها، ليس مهزومة في صندوق الانتخابات، هزمت عن طريق القوة العسكرية وعن طريق البطش، عن طريق الفساد، عن طريق يعني طغم النخب الحاكمة التي هي يعني تعمد إلى تضييق الخناق على الحريات، وبالتالي لا يوجد هناك تنمية، لا يوجد هناك ديمقراطية، لا يوجد هناك أي شيء، عبارة عن نخب عسكرية متحالفة مع نخب مالية تدير هذه يعني كعصابة. وبالتالي هذا يدفع كثير من الناس والشباب إلى التطرف، لأنه دائما معظم هذه الحركات الراديكالية يتم رد كلتها عن طريق هذا العنف، يعني العنف البنيوي اللي يمارسه النظام يؤدي إلى ردة فعل، وبالتالي دائما الحركات السياسية تذهب اتجاهات أكثر راديكالية، لأنهم لا يعودوا يؤمنوا بهذا النهج السلمي، لأنه يعني الخلاصة بسيطة، أنك ستموت أو ستعتقل إذا مارست حتى هذه الحرية أو العمل السياسي سواء أو النقابي أو أيا ما يكون. وبالتالي كثير من الشباب يقتنع بأنه فعلا يعني لا جدوى من هذا العمل، هناك انغلاق في العمل السياسي، آفاق مغلقة، وبالتالي يلجأ إلى العنف أو ما يسمى الإرهاب. لأن يعني ينبغي أن نفهم بأن الإرهاب هو مفهوم ذاتي غير موضوعي، بمعنى إحنا في الدراسات النقدية للإرهاب نتحدث عن الإرهاب بمعنى عنف سياسي، هذا هو الأساس. طيب السؤال الأخير سيد حسن، من السبعينات بدأت نشأة هذه الجماعات التي بدأت من جماعة الجهاد في مصر، ثم تفرعت بقى فانتشرت في هذه الدول المأزومة سياسيا كما ذكرت حضرتك. السؤال الآن بعد هذه السنوات الطويلة من السبعينات إلى الآن، وبدراسات حضرتك وبمتابعة حضرتك، ألم تقف هذه الجماعات وقفة نقدية مع ذاتها؟
انها فشلت في كل شيء. يعني هي فشلت في مقاومتها لما يسمى بالعدو، فشلت في توجيه حروبها بدل من اسرائيل وجهت حروبها بعضهم الى امريكا، فشلت في تجميع الناس وتعاطف الناس او الشعوب سواء في موزمبيق او مالي او الصومال او حتى مصر او في السعوديه، فشلت في تجميع الناس على هل سبق ان وقفت بعد هذه الانظمه او هذه الجماعات وقفه نقديه مع فكرهم واعادوا ادبياتهم او اعادوا انتاجاتهم او اعادوا فكرهم؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك جماعات، يعني أقرب مثال هو الجماعة الإسلامية في مصر اللي أعلنت عن المراجعات وقف الأنظمة في 90 وبالتالي تخلت. لكن المشكلة أنها يعني بمعنى الجماعات الجهادية هي تقول ما الذي أداه هذا النهج السلمي؟ يعني هذا النهج السلمي في أنظمة دكتاتورية استبدادية مدعومة من أنظمة إمبريالية خارجية ومن أنظمة إقليمية صهيونية هي السبب هذا العنف. وبالتالي لو حتى ذهبنا بطريق السلم وطريق الديمقراطية، يعني سهل جدا للجهادي أن يقول حتى لو كنت أنت في غاية الاعتدال كحركة النهضة في تونس سوف تزاح، ولو كنت كجماعة الإخوان المسلمين في مصر ستصنف إرهابي، يعني وأنت لم تفعل وأنك فزت في انتخابات، وهذا ما حدث مع جبهة الإنقاذ 94 في الجزائر. فيسهل على الجهادي أن يقولوا أن هذا الطريق الديمقراطي هو كما يقول الظواهر نفسه هو بس كان يسميه صنم العجو الديمقراطي، بمعنى أن هذه الأنظمة الاستبدادية والعسكرية المدعومة خارجية من الإمبريالية الأمريكية والأوروبية لن تسمح لك لا عن طريق صندوق الاقتراع ولن تمارس الحريات، وبالتالي ستصنف إرهابي لو سلكت هذا الطريق. وبالتالي لا يوجد هناك أي طريق، بمعنى هم بيقولوا أنه أن نحن نستخدم هذا كفقدان للخيارات، لا يوجد هناك خيارات لدينا لكي يعني نستخدمها في مواجهة هذه الأنظمة العسكرية وهذه الأنظمة الاستبدادية. طيب معلش أنا كنت مفروض أختم اللقاء، بس أنا يعني لي سؤال أنا حريص عليه. إذا كانت فلسفة هذه الجماعات التي تصنف بأنها إرهابية، أعتقد ممكن نلخص فلسفتهم بأنهم يروا أن العالم وأن الدول وأن النظم الحديثة مجرد عصابات تحكم العالم تتفق فيما بينها على التورتة أو على الكعكة. أنا قرأت يا سيد حسن هذا المضمون نصا في فكر أساتذة في كليات العلوم إدارة في علوم السياسة في أمريكا في هارفارد، يعتبرون أن لا أذكر اسم الكاتب الذي كتب هذا الكتاب، يعني أبرز منظر في الحركات الاجتماعية في العالم وهو تشارلز تيلي. تشارلز تيلي كتب أيوة تيلي، أيوة أشكرك جدا. أيوة تيلي، تشارلز تيلي يقول أنه حتى تضمن دخولك في مجتمع العصابات الدولية لك عدة شروط. إذن تشارلز تيلي يتحدث كما يتحدث أيمن الظواهري أو كما يتحدث أسامة بن لادن أن العالم عبارة عن مجموعة عصابات وأنت مفروض أنك تبذل مجهود للدخول في نادي العصابات. هو تشارلز تيلي سمع كده نادي العصابات. السؤال الآن ما الفارق بين الفكرين؟ الفارق بأنه عندما يستولي على السلطة كما قال الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت، يمكن لعصابة من اللصوص أن تؤسس دولة إذا توفر لها القدر الكافي من الذكاء. وبالتالي نحن بنية تاريخ الدولة في الغرب وفي العالم هي بنية قوة، وحتى في الإسلام دائما قامع الشوكة والغلبة وليس على الشهرة بالضرورة والديمقراطية. وبالتالي أعتقد بأنه هذا هو للأسف أن الدول دائما يعني هي تقوم بهذا، ولكن عندما هي تسيطر على هذا الإقليم يصبح لها يعني السلطة السيادية لإصدار القانون وتصبح شرعية. أحيانا طبعا لاحقا تطورت هذه النظم مثلا في الغرب وأصبح هناك نوع من الموازنة، بمعنى هناك نوع من الديمقراطية قد تكون ديمقراطية قلة في النهاية يتحكم فيها يعني المال والعسكر ما يسمى المجمع الصناعي العسكري، لكن يعني في النهاية هي هذه. وبالتالي ما الفارق بين الفكرين يا سيد حسن؟ ما الفارق بين تشارلز تيلي وهو أكبر منظر في علم الاجتماع وبين أيمن الظواهري؟ الاثنين بيروا أنه دول عصابات، أن الدول دي عصابات. نعم نعم لا فرق، هو في واقع العلم الموضوعي يعني للأسف يعني هي ما في هناك بأساس الدولة، هي كلها نظرية. حتى المدرسة الواقعية في العلوم السياسية تتحدث عن منظورات القوة، يعني من يمتلك القوة هو يمتلك الشرعية. يعني ما الذي يعطي الولايات المتحدة الأمريكية حق غزو العراق أو 60 بلد منذ 11 سبتمبر حتى الآن؟ يعني هي أنت فقط يعني لديك هذه القوة، وبالتالي أنت من خلال هذه القوة تستمد هذه الشرعية والمشروعية وليس من خلال القيم. أين هي القيم؟ طيب دعني الدولة، دعني الدولة، أنا بسأل عن فكر تشارلز تيلي هو يشبه فكر أيمن الظواهري.
نعم نعم هناك ليس فقط طبعا أنت تأتي إلى مفكر اجتماعي يحلل حلل خلال عدة قرون كافة التجارب الأوروبية بتفحص دقيق، يعني ليس الأمر مبني على اجتهاد، هو مبني على فحص تاريخي اجتماعي طويل صحيح. وخلص إلى هذه النتيجة. لكن نعلم نفس الشيء الماركسيين، يعني ماركس ليني كل أنجلز كل المفكرين الماركسيين أيضا يؤمن، وكذلك الفوضويين وكذلك، يعني وبالتالي هو ليس، يعني الأمر ليس منفرد في فقط يعني بتشارلز سيتي، هناك دائما انه منظور الدوله وقيامها هي بهذا، يعني تؤسس، يعني كيف قامت الدول بعد الثوره الفرنسيه في 1789، الثوره الامريكيه، الثوره اي، ما هو هنا بقى يصنف ايمن الظواهري كارهابي بينما لا يصنف ماركس الذي كان يتبعه يوما ما حوالي 200 مليار، يعني في سنه من السنين صحيح. كان يتبع ماركس او فكر ماركس 200 مليار بني ادم، لا يصنف صحيح. ماركس على انه ارهابي ولا يصنف تشارلز سيتي على انه ارهابي، بينما يصنف، هذا ليس دفاعا عن ايمن الظواهري، انا بتكلم فكريا، وبينما يصنف ايمن الظواهري يعني انه ارهابي، يعني هو يمكن، يعني انت قضيه الارهاب هي مفهوم ذاتي غير موضوعي، يعني سلطه القوه السياديه هي من تحدد ماهيه الارهابي وهويه الارهابي، وغالبا مرتبطه بعد 11 سبتمبر او بعد انهيار تحسويات بالدين، يعني قبل ذلك ما كانش الاسلام، كان الشيوعيه والمرجعيه، يعني بمعنى كان يصنف الكونغرس الافريقي بقياده نيلسون مانديلا موضوع لائحه الارهاب الامريكيه، كذلك الجيش الجمهوري الايرلندي، وبالتالي هي دائما كانت هي ما يناقض مصالحك، ولذلك كان ادوارد سعيد يعرف الارهاب في مقالاته النقديه بانه كل من يقف في طريقنا هو ارهابي، ولذلك نرى في الحاله الفلسطينيه كيف يصنف الحركات سواء كانت في اطار اليسار الجبهه الشعبيه او فتح او الديمقراطيه او حماس او الجهاد، بصرف النظر كل فلسطيني هو ارهابي محتمل، وبالتالي هو موضوع على لائحه الإرهاب سواء الإسرائيلية والأمريكية. كيف يمكن لاحتلال الاستيطاني قائم على الإرهاب أن يصنف الأصلاني صاحب الأرض صاحب الحق بأنه إرهابي وهذا العالم يؤيده؟ واضح أنه مسألة قوة وإبادة لا علاقة لها بموضوع الحق والعدل. بشكرك السيد حسن أبو هنية الكاتب المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية، بشكرك جدا، شرفتني وأفدتني وأفدت السادة المشاهدين، بشكرك. شكرا. على اي حال الحلقه خلصت لحد كده، انا يعني ربنا بيرزق بالاسئله زي ما شفتوا في لقائنا مع السيد حسن ابو هنيه. انا سؤالي اذا كان فكر تشارلز تيلي وهو اكبر تستطيع ان تسميه يعني منظر في علم الاجتماع ويرى ان العالم عباره عن عصابات وانه نادي دولي للعصابات، وهذا ما يراه ايمن الظواهري الذي قتل على يد تشارلز تيلي، يرى ان العالم ان الدول تستند إلى ما يسمى بإرهاب الدولة، تملك أدوات خشنة، جيش وشرطة إلى آخره. طيب وأيمن الظواهري كان يملك ما يملك، يعني ما الفارق بين الفكرين؟ السؤال بقى وإجابته عند حضراتكم، والحلقة خلصت، إلى أن أراكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.